مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم أفضل. عالم أفضل يعرف ما هو الفرق بين التدين والبنوة، فالمسيح له المجد لم يأتي ليؤسس دينا أو مجتمعا دينيا، لكنه جاء ليعطي حياة، فهو الطريق والحق والحياة. جاء ليعطي خلاصا لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. جاء ليعطي بنوة، فأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. جاء ليغفر الخطايا، فإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. جاء ليعطينا حياة أبدية، وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له حياة. هناك أنواع من الشعوب، كل الشعوب جاء ليخلصها، ولكن هناك فئة لم تعرفه بعد، وهناك فئة جاء لها ولم تقبله، وهناك فئة قبلته بالفعل. واليوم مولودة ولادة جديدة، جاء ليكون له شعبا مقتناه، شعب اقتناء، أي شعب مختار مميز مخلص مفدي مطيع، شعب مولود. وأنت من أي فئة تنتمي؟ هل لم تعرفه بعد؟ هل جاء إليك ولم تقبله؟ هل قبلته وتحتاج لتأكيد وتحديد لذلك؟ هذا أحبائي ما سوف نحاول تغطيته في هذا اللقاء مع خادم الرب الدكتور حليم حسب الله. أهلا بيك دكتور حليم. أهلا بيكم حبايبي، سعداء جدا إن احنا نكون بنتواصل معاكم من خلال الشاشة، ولكن أيضا عبر التليفونات حتى نسمع كل ما لديكم في هذا الموضوع، التدين والبنوة. ولكن قبل أن نقترب من مجهر كلمة الله حتى نتعرف على التدين السطحي، الأمور الوهمية، الممارسات العادية الخادعة، ولكن نتعرف أيضا على البنوة الحقيقية التي يجب أن نتمتع بها جميعا حتى يكون لنا هذا السلطان أن نكون أولاد الله. تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمة. من أنا لتدعوني ابنا لك، تفديني بدمك، ترسل لي روحك. من أنا لتدعوني ابنا لك، تفديني بدمك، ترسل لي روحك. جذبتني بحبك العجيب، خلصتني من أهوال اللهيب. آت إليك يا حبيبي، أتبعك سأحمل صليبي. أتبعك أشكرك مكرسا نفسي لك طول الأيام. سيدي أنت هو رعي، إن كنت معي فمن علي، إن كنت ضعيفا بك صرت قويا، إن كنت معي فمن علي. سيدي أنت هو رعي، إن كنت معي فمن علي، إن كنت ضعيفا بك صرت قويا، إن كنت معي فمن علي. إذا مت معك حييت معك إذا صبرت، ملكت معك إلهي مخلصي، إلهي مخلصي. فيض الأنهار لن يغمرني، لهيب النار لن يحرقني، لأنك دعوتني ابنا لك جذبتني بحبك العجيب، خلصتني من أهوال اللهيب. آت إليك يا حبيبي، أتبعك سأحمل صليبي، أتبعك أشكرك مكرسا نفسي لك. طول الأيام جذبتني بحبك آت إليك يا حبيبي، أتبعك سأحمل صليبي، أتبعك أشكرك مكرسا نفسي لك. طول الأيام. أحبائي تعالوا مع بعض نتعرف على أشكال التدين وإيه الفرق ما بين التدين والبنوة. اتفضل يا دكتور. الحقيقة يعني أنا عجبتني عبارة قلتيها حضرتك في أثناء المقدمة اللي قدمتيها، إن المسيح لم يأتي ليؤسس ديانة. ده تعبير رائع الحقيقة، لأن المسيحية لم تكن من قرب أو بعد ديانة تتبارى مع الديانات الكثيرة. المسيحية أساساً محبة الله معلنة من السماء لجميع البشر. لا. لأن الله لم يخلق بشر لديانة معينة وآخرين لديانة، لكن هذا التقسيم بحسب الديانات المتعددة وحتى بحسب الطوائف المتنوعة كله من صنع البشر تحت قيادة عدو كل بر، اللي دايماً نظامه فرق تسد. بينما الله لما خلق إنسان واحد، وخلق وصنع له زوجة واحدة، ومنها بدأت العائلة البشرية. من هذه العائلة البشرية كتروا البشر وتعددت الأجناس، لكن أصل الشجرة شخص واحد، أب واحد وأم واحدة. لو في ديانات متعددة يبقى من أساسه ما فيش إله، وإن كانت الكلمة صعبة لكن أنا بدق عليها كتير. نعم نعم. ليه؟ لأن لو في ديانات يبقى في تعدد آلهة، لكن احنا نؤمن بالإله الواحد الذي لا يمكن أن يكون له شريك أو نظير أو مثيل. ولكون أسرة واحدة وإله واحد، فلا بد أن يكون مبدأ إلهي واحد. مش عايز أقول كلمة ديانة، لأن كلمة ديانة تأتي من كلمة دينونة أو إدانة، والديانة ما هياش مجرد إدانة ودينونة، لكن الواقع الإلهي حب غامر يتدفق من قلبه تجاه هذا المخلوق الإنسان المسكين. ولذلك لما نقرأ عن الله محبة، فده أروع تعبير يتقال عن الله، يكشف لنا طبيعة الله محبة. ولكون الله محبة فهو يحب الكل بدون أن يكون هناك تفريق بين شخص أو شخص، أو بين أمة وأمة، أو عائلة وعائلة، أو جنس وجنس. ولذلك في إنجيل يوحنا إصحاح 3 وعدد 16 يقول: لأنه هكذا أحب الله العالم. مش المسيحيين، نعم، ولا اليهود ولا الهنود، نعم، لكن لأنه هكذا أحب الله العالم. العالم مقصود بكل البشر، فلأن إله واحد والبشر عائلة واحدة، فهذا الإله يحب كل عائلته، نعم، يحب كل الخلائق اللي خلقها وبصفة خاصة الإنسان. لكن الشيطان ما يحبش أبدا أن يكون البشر قريبين من الله، فيعمل إيه؟ أنشأ ما يسمى الديانة أو التدين. ولذلك التدين مع أنه يظهر الإنسان بسمات رائعة يعني ينبسط منها الإنسان، لكن في واقعه التدين ضرر للإنسان ذاته. حتى وإن كان يظهر الإنسان بصفات إحنا كبشر بنقول عليها ما أروع هذا الإنسان، بحب الآخرين مثلا، يعني بيعمل أعمال صالحة، صوام، يصوم كتير، يصلي، رجل المروءة والإحسان. فالتدين خلينا نقول على الشخص هذا الكلام، لكن في واقع التدين فعل شيطاني لإبعاد الإنسان عن معرفة الحقيقة. وأنا عارف يمكن أحبائنا المشاهدين أول مرة يسمعوا الكلام ده هيكون صعب شوية، لكن مهم، لازم يحصل عندنا نوع من الصدمة اللي فيها لازم نفكر. نعم. عشان كده تبص تلاقي التدين تحت مسميات ديانة هو نابع لإدانة الآخرين، ولذلك الإنسان في قمة تدينه بيذبح أخوه الإنسان. تذبحه ليه؟ يقول لك كافر. طب الله ادالك تصريح انك تذبحه وتقتله عشان كافر؟ هو لمولاه. نعم. يكفر او يؤمن ده قصته مع ربنا، ربنا ما حطش وكلاء على الارض عنه. لكن هذا يريكي ما معنى التدين. فالتدين يخلي الانسان يعمل ابشع الامور تحت عنوان الدين والتدين ويظن انه يرضى الله. ولألا حد يفكر ان احنا بنتكلم على الاخرين ودي مش من سماتي ولا بحبها. لا. لكن انا احب دايما الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس شخصيه متدينه، ولما ذكر الصفات اللي يتحلى بيها من جهه التدين اللي هو شاول الطرسوسي. نعم. في الرساله اللي كتبها للمؤمنين في مدينه فيلبي قال من جهه البر الذي بالناموس بلا لاوم، محدش يقدر يمسك عليه غلطه. نعم. ماشي على الوصايا 100%. فريسي من الفريسيين، عبراني من العبرانيين، من أولاد إبراهيم. اتعلم على يد أكبر معلم مشهور اسمه غمالائيل. نعم. هذا التدين أنشأ فيه حسب الظاهر حب الله، لكن في الخفاء الداخلي يقول الكتاب عنه كان راضيا بقتل استفانوس، والشبان اللي قتلوا استفانوس ألقوا ثيابهم عند رجليه شاول. يقول الكتاب المقدس عنه كان يسطو على الكنيسة. يسطو كلمة بتتقال على الذئب. نعم. ذئب ومفترس. ويقول الكتاب عنه كمان كان لم يزل ينفس تهددا وقتلا. ينفس بيطلع سم. يعني مرة يقول عليه ذئب ومفترس، ومرة بيقول عليه ينفس. ثعبان بيطلع. نعم. سم. ولما تقابل الرب يسوع معاه قال له إيه؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. نعم. فشوف التسميات، يا بغل، يا ثعبان، يا ذئب، يا افترس، ادي التدين. لكن هو كان يظن أن هيرضي ربنا. ولذلك في الرسالة اللي كتبها للغلاطيين قال أنا كنت أكثر غيرة من أترابي في الديانة اللي أنا كنت فيها حسب تقاليد آبائي أو تقليد آبائي. فالديانة تنشأ من خلال تقاليد تنشئ غيرة وحماس يقود الشخص إلى قتل الآخرين وتدميرهم. الله مش كده. عشان كده دايما أقول التدين أساسه شيطان يبعد الإنسان عن الله ومحبته وينشئ لنفسه ديانة ترضيه وتحسسه بالرضا الداخلي على نفسه. المسيح لم يأتي على الإطلاق لينشئ ديانة تتبارى وسط الديانات اسمها الديانة المسيحية. يمكن حضرتك تقولي لي طيب ما في الكتاب مكتوب الديانه اليهوديه. نعم. على عيني وعلى راسي. نعم. بس عايز اقول لك على شيء، مين اللي انشأ الديانه دي؟ مين اللي خلاها بقت ديانه؟ الله لما اتكلم مع موسى. نعم. ولما اعطاه شريعه اعطاه شريعته لكل الناس اللي حواليه. لكن سرعان ما اليهود حولوا من شرائع الله والمبادئ الالهيه الى ما يسمى الديانه اليهوديه، وده اللي قاله بولس الرسول. كنت أكثر غيرة في الديانة اليهودية حسب تقليد أبائي. تقليد. فهم اللي عملوا من الديانة ديانة. نعم. تقول المسيحية ما ديانة برضه بنقول عليها الديانة المسيحية. أنا آسف إن أنا أقول التعبير ده، إحنا اللي عملنا منها ديانة. صح. مش الله، إحنا اللي نعم. عملنا اللي منها ديانة. نعم. واخد بال حضرتك؟ بدليل إحنا بنقول هم وإحنا وإحنا وهم. الأساليب دي غلط. ليه إحنا عملنا منها ديانة؟ تحولنا عن الرب، عن محبته، عن الإنجيل اللي قال لنا عليه اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من حقي اروح لكل البشر واكلمهم عن محبه الله. نعم. لكن تكاسلنا وخلقنا من المسيحيه ديانه، ودي مشكله كبيره. نعم. لكن المسيحيه هي محبه الله معلنه من الله للبشر جميعهم، هكذا احب الله العالم. وفي الرساله الى العبرانيين، اسف، في سفر الاعمال لما نقرا هيقول لك دعي المؤمنون مسيحيون اولا في أنطاكيا. نعم. فاللي دعيوا مسيحيين قالوا عليهم مسيحيين، دول مؤمنين. نعم، مؤمنين حقيقيين. فمش كل واحد ينتسب الى المسيحيه بقى مسيحي. نعم. ولذلك ما اكثر المتدينين في داخل المسيحيه وهم غير مختبرين لمحبه الله. مش إدانة لكن حقيقة. نعم. لازم كشف المرض للمريض علشان يقدر ياخد الدواء. نعم. إن لم يقتنع المريض بأنه مريض، لما تكتبي له 100 دواء مش هياخده. عشان كده لازم يقتنع المسيحي نفسه أن المسيحية ليست هي ديانة تتبارى في وسط الديانات تقود إلى فعل أشياء يتدين من خلالها وينال المديح من الآخرين، لكن لابد أن يدرك أن المسيحية مبدأ إلهي. الله محب للبشر حتى أنه بذل ابنه الوحيد. محبة الله لكل البشر، موت المسيح لأجل كل البشر. نعم. بذل الله ابنه لأجل كل البشر لكي لا الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة. فمجيء المسيح كشف لنا طبيعة الله الحب، كشف لنا طبيعتنا نحن البشر شريرة ومليانة بالفساد والخطية. نعم. محبة الله تتلاقى مع الإنسان الشرير، بس تتلاقى فين؟ في الصليب. عشان كده الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. بس مين اللي بيستفيد من هذا العمل؟ اللي يستفيد لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو سألنا الشيطان سؤال تحب كم واحد من البشر يحصل على الحياة الأبدية؟ يقول ولا واحد. طيب تحب كم واحد يكونوا معاك في الهلاك الأبدي؟ الكل. يقول الكل لو هرب واحد أندم عليه. نعم. طيب إزاي أنت تهلك الناس؟ يقول بسيطة قوي، ما دام في محبة الله معلنة في الصليب، والصليب هو الطريق اللي وصل الإنسان لله، أنا ببعد الإنسان عن الصليب وبالتالي يبقى أنا أبعدت الإنسان عن الله، لأن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه. نعم. فأنا لو أبعدتهم عن الطريق ضمنت وصولهم للعذاب. إذا قصة الشيطان إبعاد الإنسان عن محبة الله المعلنة في صليب المسيح. طب يبعدهم إزاي؟ أبعد ناس من خلال حب الخطية والشهوات. نعم. أبعد آخرين قال لك إحنا ما شفناهوش ولا يمكننا أن نؤمن بوجود الله. أبعد آخرين إنهم تدينوا فعبدوا الأوثان والأصنام، عملوا لأنفسهم آلهة واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. وآخرين بقى اللي هم عندهم الصح نفسهم قال لك لا، ودول كمان أنا عايزهم يكونوا معايا في العذاب. تعمل إيه فيهم؟ خلق داخلهم نوع من التدين وأصروا عليه وحولهم وبعدهم عن صليب المسيح، بينما الآية صريحة بتقول لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الخلاصة لا يوجد ما يسمى ديانة، بل الإنسان عن طريق فعل شيطاني لإبعاده عن الله خلق لنفسه لا ديانة بل آلاف الديانات. ولذلك ما أقدرش أقول في البشرية 3 ديانات، لا. أخطئ. نعم. لكن قال أحدهم أكثر من 10,000 ديانة. نعم. موجودة في العالم. تخيلي كام ديانة. نعم. وكل ديانة بيقول إحنا الصح، وأكثر من كده كل ديانة تدين الآخرين، وكل ديانة تدافع عن مبادئها. ولذلك الشعوب تحت التدين في عراق وفي حروب شديدة. يعني تخيلي مش مسألة حدود البلد دي والحدود دي أو البلد دي تعدت على رعاية البلد دي. أكثر المشاكل النهاردة السياسية والحربية جاية من الدين. يعني كل أغلب الحروب أساسها وراها الدين. نعم. والشيطان يتفرج. ليه؟ لأن الرب يسوع قال عن هذا الشيطان أو هذه المملكة الشريرة، قال إبليس من البدء كان قتالا للناس. نعم. بينبسط بالقتال لأنه قتال، بينما الله محبة. نعم. مرة واحد سألني سؤال بيقول لي كيف أعرف الصح من الخطأ؟ أنت تعرف الصح من الخطأ، واحد قتال والتاني محب. بالظبط. إذا اقتتل الذي يحب فملأ قلبك بالحب وأحببت الآخرين حتى إن عندك استعداد تضحي بنفسك لأجل الآخرين، فهذا هو الله. لكن إذا التدين ملا قلبك واتملى في العنف وعاوز تقتل الناس لأنه مش ماشيين معاك في الطريق، فهذا هو الشيطان. نعم. فإذا ده دين وده دين، ما ينفعش الدين وكلمة دين ولا تدين نهائيا. نعم. وده شيء مهم لازم يبقى واضح لأحبائنا المشاهدين من الأول الحلقة بتاعتنا. التدين يأتي نتيجة أن الإنسان يخلق في أفكاره وفي داخله شيء يرضى به عن نفسه، ينبسط لإرضاء ذاته ويرضي الآخرين، لكنه لا يصل إلى الله. نعم. أما المسيحية الله يبحث عن الإنسان لأنه يحبه فطرده بالحب وأتى إلى الأرض مخصوص ويذهب إليه لأجل الضال حتى يجده من خلال عمل هو عمله على الصليب، ويقول للإنسان احترم حريتك لا تهلك إذا كنت تؤمن من كل قلبك. إذن في تدين وفي حياة جديدة. نعم. والحياة الجديدة أو الشخص اللي بيسأل فين الصح، وحضرتك رديت ردي رائع وافي، لازم يفهم زي ما حضرتك قلت الإله اللي بيدعوك أن تقتل الإنسان أخيك الإنسان حتى ترضيه، تقدر تقرر هل أنت تقدر تكون بتمشي وراه ولا تعبده، ولا إله وضع نفسه مات لأجلك وعليك تشغل عقلك ويعني تشيل نظارتك اللي شايف بيها الأمور بمنظور أو بخلفيتك أو بعقيدتك وتقدر تستبين. تستغرب حضرتك لو قلت لك في إلهين، لأن الناس كلها بيقولوا إحنا بنؤمن بإله واحد. طب صدقني في إلهين، في تعدد آلهة، بس في إلهين واضحين قوي. في إله قال عنه الرسول بولس لما كتب الرسالة الثانية للمؤمنين في كورنثوس، قال لهم إذا كان إنجيلنا مكتوما غير مفهوم فإنما هو مكتوم في الهالكين، الهالكين الذين فيهم. أدي مركز الإله. مركز الإله ما يكونش في الخارج، لازم يكون في الداخل. الذين فيهم في داخلهم إله هذا الدهر. لو أنا وقفت عند التعبير ده وسألت واحد عامي لا علاقة له بكتاب مقدس أو ديانة من هو إله هذا الدهر، هيقول لي الله. لا، الله مش إله هذا الدهر، الله إله كل الدهور أزلي أبدي، لكن ده ادعى الألوهية لدهر ما أوصل أغنياء في الدهر الحاضر. نعم. طب مين ده إله هذا الدهر الذي أعمى أذهان غير المؤمنين؟ الذين فيهم إله هذا الدهر. نعم. قد أعمى، قد أعمى. نعم. يعني أحكم قبضتهم، قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة معرفة إنجيل المسيح أو إنجيل المسيح. عمى عيونهم أذهانهم. المسيح لما جاء، الله لما تجسد وصل للبشر وهب البصر للعميان، فتح العينين العمية، لكن هذا الإله بيعمل العينين المفتحة. إذا في اتنين مش في واحد، في واحد يفتح العينين، في واحد بيعمل عينين، في واحد يفتح القلب والذهن، في واحد يطمس القلب والذهن، في واحد بيحب وينجي، التاني يكره ويقتل. ففي إلهين، ولذلك تبص كتار قوي بينما يقولون يا الله لكن في واقعهم لا ما يعرفوش. نعم. الله لهم إله آخر غير الله، بس عاملينه إله حتى وإن كان حسب الظاهر ما بيعبدوهوش عبادة حرفية، وإن كان له معبد اسمه معبد الشيطان وناس بتعبده حرفيا، لكن في ناس كتير بتعبده من غير ما يعلن ذلك. كون أرفض الإله الحي فأنا قابلت التاني، كوني أقتل الناس وأمشي في سكة غلط يبقى أنا رفضت المحب. نعم. كوني أنا أتدين وأعمل الأمور التي تتوافق مع هذا الإله السيء يبقى أنا رفض التاني. فهم اتنين مش واحد، إله هذا الدهر لكن في إله كل الدهور، في الله المحب لكن في الشيطان القتال. إيه اللي يخلي إنسان يقتل إنسان؟ أنا بس أوصلك للتدين شكله إيه؟ نعم. الدافع. واحد بيقتل واحد. نعم. عارفة بعد ما يقتله يعمل إيه؟ يروح يصلي. أي صلاة. أنا أساساً من قرية في مصر، والقرية دي كان فيها وإحنا أطفال ثأر، كانوا يقتلوا من بعض العائلات الكبيرة في القرية. نعم. فيقتلوا من بعض، بعد ما يقتلوا يقول لك العيلة دي قتلت من العيلة دي اتنين، روح صلي. صلي يقول له ايه؟ صلي يقول له ايه؟ انا بوريك، شوف التدين شكله ايه. نعم. بينما يقتل الاخرين اخذا بالثأر لكنه يذهب ليصلي. ديانه خلقها الانسان لنفسه، ساعده على ذلك الشيطان، لكن لا، الله بقى يتعامل معانا بالحب الالهي بغير كياننا الداخلي. لما يكون مكان مظلم، لو المكان اللي احنا فيه ده مظلم وبعدين ابتدينا يعني عفوا في التعبير اللي هقوله نبتدي ننفخ، نطرد الظلام، ننفخ. نعم. يحصل ورم هنا والضلمه باقيه، مش هتمشي الضلمه ابدا. لكن يجي طفل صغير يقول يا انكل انت غلطان، انت عاوز المكان ينور، مجرد بس بيدوس على المفتاح ويحصل اتصال بين اللمبه مع الكهرباء الاساسيه، الدنيا تنور. نعم. بالضبط كده الانسان عاوز يرضي ربنا، عامل زي الشخص اللي بينفخ عشان يطرد الظلام، يعمل قد ما يعمل مظلم فكرا وقولا وفعلا. لكن لما يوصل التواصل بينه وبين الرب من خلال الرب يسوع المصلوب اللي مات وقام، النور هينور، النور الحقيقي الذي ينير كل انسان يتغير. صدقيني انا هكلمك كشخص بيخدم في اماكن متعدده، بيبقى الشخص داخل الاجتماع يعني شكله كده تخافي منه، الكشره الوحشه وعصبي والابتسامه مفيش، لو معاك كاميرا صوريه ينفع تحطيك كده تحت عنوان البائسين اليائسين. وبعد ما يسمع كلمه الله والروح القدس يفتح قلبه ويتعامل معاه، اتفرج عليه بعد ما يصلي بدموعه ويطلب خلاصه، صور الصوره دي وحط الصوره دي. ايه ده يا رب؟ ده اتاري بيغير جوه فيتغير بره. نعم. ولذلك دي من ضمن الحاجات الحلوه في اولاد الله المختبرين الحياه الجديده. نعم. من الكشره الى الابتسامه، من الحزن الى الفرح، من الخوف الى السلام والشعور بالامان، من قتل الناس لاستعداد ان يتقتل لاجل الاخرين. يا لها من نعمه. نعم. يا لها من نعمه. عشان كده انا ما اقدرش احط الاثنين مع بعض، الحياه الجديده والتدين. نعم. ده فرق كبير. الظلمه والنور، شتان بين هذا وذاك، المسيح والشيطان، شتان بين هذا وذاك. بالظبط كده. اذا التدين نقدر نقول محاوله ارضاء الله، محاوله من الشخص لارضاء الله. بالظبط. تمام. وياتي السؤال يا دكتور، هل ده نتيجه عدم فهم لطبيعه الله؟ احنا قلنا ان في عده الهه وكل واحد بيحاول يرضي الاله بتاعه بالمفهوم بتاعه بالخلفيه بتاعته. لكن لما بقول النهارده وزي ما حضرتك قلت احنا لا نتكلم على الاخرين، لا احنا بنتكلم على مجتمعاتنا المسيحيه الكنسيه، واحنا مش بنلوم الاخرين ولا بنوجه ليهم اصابع الاتهام، احنا بنلوم انفسنا. هناك مجتمعات مسيحيه متدينه فقط. وخلينا اقول، هل الشخص المتدين اللي بيقول بشويه عايزه اقول اعمال انا ارجى الله، هل حضرتك بتشوف ان ده وراه عدم فهم لطبيعه الله اللي مستني بس فقط انك تعمل شويه سلوكيات؟ بص يا اخت مرفت، سؤالك الحقيقه مكون من عده اسئله مركبه على بعضها. فاسمحي لي معلش اتفضل افك الاسئله شويه علشان احبائنا المشاهدين يقدروا يعني يمشوا معانا يتواصلوا معانا. يا ريت اتفضل. اولا انا هبدا من الاخر الى ما بدات بيه. نعم. وخاصه الكلمه اللي حضرتك ذكرتيها، الاعمال. نعم. في كتار بيفهمونا بطريقه خاطئه واحنا بنتكلم في هذا الاتجاه. نعم. بيفكروا ان احنا ضد الاعمال، وبيفكروا ان كلمه الخلاص بالايمان معناها ان انا اقتل القتيل وامشي في جنازته ما دام امنت اروح السماء. طبعا لازم المفهوم ده يتصحح. اشكرك من اجل الكلام ده لأني فعلا محتاجين تصحيح جدا، وبحط 100 علامه قدامه. لاني هناك تشويش في المفهوم ده جدا. لا، مش هو ده المطلوب. المطلوب انك تفهم ان الاعمال امتى تيجي نتيجه ثمر رائع، لانك انت شخص مع الله، مش بتعمل شويه سلوكيات. النهارده اي شخص ما عندوش اي هويه ومحترم ومؤدب ومتربي في عيله جميله يقدر يخرج سلوكيات اكتر من رائعه، بس ملحد، بس مش بيعرف الله، بس ما عندوش هويه، او حتى يعني عنده حاجه بيقول هويتي انا مسيحي او من اي ديانه اخرى، ينشأ عنه السلوكيات. شكرا عشان حضرتك بتوضح ده. احنا مش ضد الاعمال، ولا يمكن انسان يكون مختبر يعني اختبار حقيقي طبعا لشخص المسيح وتصدر منه غير اعمال رائعه صالحه. احنا مش ضد الاعمال، ده الاعمال بتؤكد ايماني. اتفضل. هدي مثال بسيط من الكتاب المقدس. لعازر اخو مرثا ومريم. نعم. مات. اتدفن. الرب راح في اليوم الرابع. اخت الميت بتقول له يا سيد قد انتن. تتعبش حالك. نعم. ملوش نفع. نعم. رائحته قد انتنت. الرب قالها الم اقل لك ان امنت ترين مجد الله. وصل عند القبر. قال لهم ارفعوا الحجر للتاكيد ان ده مات وانتن. السؤال هل الرب قال لهم اكلوه قبل ما تقوموه؟ قبل ما قوموا اكلوه؟ لا طبعا. طيب هل قال له قوم ساعدنا علشان تحيا؟ لا ابدا. لكن بعد ما الرب قال له لعازر هلم خارجا وخرج الميت وقال حلوه ودعوه يزهق، يقدر ياكل، يقدر يعمل، يقدر ينفذ كل الطلبات. اذا نعم. الحياه تسبق الاعمال. نعم. فاحنا مش ضد الاعمال. الاعمال هي ثمر الايمان. نعم. اريني ايمانك بدون اعمالك. نعم. لكن انا باعمالي اريك ايماني. النهارده نعم. لما اوقف في شارع بكامله واقول مين المؤمن بالله كله يرفع ايده، هتكافر الزمن ده بالظبط، مع اني حياته بتقول لا سكه الايمان ولا يعرفه، لكن بيرفع ايده. لكن ده بنقول له الكتاب بيقول له كل شجره تعرف من ثمرها. نعم. فالايمان الحقيقي بيسكن الروح القدس في داخل الكيان البشري ومبدا حياه المؤمن فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. فالشجره الجديده دي تطلع الثمر. ثمر الايمان ايه؟ الاعمال الصالحه. نعم. الاعمال الصالحه جيت للحق مش انا اللي عملتها، مش لكن مني. المسيح الساكن فيا. نعم. الحي في داخلي هو اللي بيعملها. نعم. لكي تظهر اعماله انها بالله معموله. فليضئ نوركم المسيح اللي جواكم قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة فيمجدوكم. لو أعمال الحسنة دي بتاعتي أنا يبقى فيمجدوكم. نعم. خلينا لغويين. نعم. لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوكم ويرفعونكم. نعم. لكن الآية ما بتقولش كده، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ليه؟ لأن مش أنا اللي عاملها. نعم. الناس شافتني وأنا في الشر وفي الخطية، الناس بتشوفني في إنسان جديد سكن فيه الروح القدس والمسيح حي فيه، فيشوفوا التغيير ده يمجدوا الله. بالنعمة كيف تغير هذا الشخص؟ بالنعمة أنتم مخلصون وذلك ليس منكم هو عطية الله. تمام. نعم. بالإيمان ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الرسول بولس بيقول إن المؤمنين اللي في أورشليم سمعوا عني، أنا اللي كنت أضطهد المسيحية. نعم. صرت أكرز بالإنجيل فكانوا يتعجبون. ازاي ده يعني؟ يبقى هذه نور المسيح. اذا الاعمال هي نتيجه سكن الروح القدس والمسيح في داخل كيان الانسان. اذا الاعمال هي البرهانه على ان الشخص قد ولد من الله. وشيء طبيعي لما هنتكلم عن علامات المولودين من الله وان كنت سبقت الزمن، ده اول حاجه من ضمنها الحياه المتغيره. كنت وبقيت، كنت ميت والآن حي، وأصبحت. نعم. كنت غير نافع والآن نافع. نعم. يعني لابد نقل. المسيحية لا تحسن من سلوكيات الإنسان. المسيحية ليست هي ترقيع لثوب بالي، لكن المسيحية الإيمان المسيحي الحقيقي خلق كيان جديد، هو كيان الله نفسه في داخل الإنسان. يحيى المسيح في داخلي. نعم. وعلى فكرة الأعمال اللي عايزها ربنا نعملها مش بالقياس اللي بحسب ذهننا. أكلم واحد يقول لي أنا أشكر ربنا حافظ الوصايا. وصايا اللي أنت حافظها، إذا كان موسى المشرع اللي حمل الوصايا تحكم عليه بالوصايا. نعم. وإذا كان الكتاب المقدس الكتاب العظيم الرائع اللي بين إيديا بيقول إني أغلق على الجميع في غلاطيا تحت العصيان، ولا واحد نفع في الناموس. من هو ده اللي يحفظ الوصايا؟ يعني ايه نكسرها؟ لا، انا ما قلتش كده. احنا عندنا وصايا اعظم من الناموس. الناموس بيقول تحب قريبك كنفسك، لكن الكتاب الرب بيقول احبوا اعدائكم انهي الاصعب. نعم. سهل ان انا احب قريبي، لكن احب عدوي اللي يديني على خد اليمين اديله الخد الثاني ملطشه، يعني زي ما بيقولوا. ايه ده؟ يبقى اذا العمليه سمت. نعم. عليت اكتر. بيقول في الوصية لا تزني. نعم. لكن المسيح بيقول من ينظر لامرأة إلى امرأة ويشتهيها، مش قد اشتهاها، ويشتهيها يعني فقد زنى بها في قلبه. نعم. إذا الوصية كبرت. طب لما احنا مش قد الصغيرة ندر على الكبيرة، هذا هو الإيمان الحقيقي. يسكن الروح القدس فيا، المسيح في داخلي، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. إذا الأعمال مش قياس بشري، الأعمال قياس رباني إلهي. شوفوا يقول لك ايه؟ عاملا ما يرضي امامه عن الله. نعم. ابونا عاملا ما يرضي امامه بيسوع المسيح. يعني المسيح جوايا يعمل ما يتوافق مع الله وما يرضيه. اذا احنا ما بنلغيش الاعمال، احنا ما بنقولش الايمان المسيحي هرجله، واللي اتخذوا من النعمه يعيشوا على كيفهم هم دول اساسا مش مولودين من الله ولا مؤمنين، دول من فئه التدين اللي احنا بدينا الحديث بيهم. لأن الشخص المولود من الله اتحد بالله، سكن فيه الروح القدس، مبدأ حياته القداسة، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين في كل سيرة. لكن واحد يقول أنا خلصت بالنعمة وأقتل وأروح السماء ولا أشوفها بعينه، ولا يقول لك أنا خلصت بالنعمة وأعيش على مزاجي وأروح السماء ولا يشوفها بعينه. ليه؟ مش عشان فعل الخطية، لا، ده مغشوش ومدسوس. نعم. مندس، مش مؤمن من أساسه. عشان كده الأعمال تكشف الإيمان وعملته. الإيمان عملة لا تزور، يكشفها العمل. نعم. الحياة الصحيحة يؤكدها، هو ده يؤكدها. نعم. ويؤكد أن الشخص ده نعم. مولود من الله بالفعل. ده حبيت معلش لما قلت الأعمال يعني أنا آسف علشان ما حدش بالعكس لا يعني لا بيختلط الأمر عند كثيرين. لكن أنت سألت سؤال بقى ذات أهمية اللي هو السؤال الأولاني، هل هناك أسباب جعلت الإنسان يعيش التدين؟ أنا عجبت بالسؤال ده قوي لما أنت بديتي بيه. هل هناك أسباب؟ حقيقة مش سبب، أسباب كتير، أسباب كتير. أولا، ميل الإنسان الفطري للتدين، فيخلق لنفسه ديانة ترضيه وتسكت ضميره المعزة. نعم. هذا أول سبب. السبب الثاني، طريقة التعلم اللي اتعلمها ومن مين اتعلم، دي تلعب دور كبير. وانت عارفه ان احنا كشعب كبشر يعني بلاش شعب كبشر، نحب نتبع قائد. نعم. ما بنفكر، قليلين قوي اللي يفكروا ويبحثوا، ويا ريت يفكروا ويبحثوا بطريقه صحيحه، لكن مشكله بيبحثوا برضه على هواهم. نعم. الاغلبيه العظمى تتبع قائد، وما يعلمه القائد فهو مصدق دون بحث. وإذا قال عكس ما يقوله القائد قد يعرض نفسه إلى الموت، لأن القائد قال فلان قال، انتهت القصة. طب فين المصداقية؟ أدي عملة معايا أنا بقول دي مغشوشة، أنتوا بتقولوا العملة دي $100 دي مش مغشوشة، حقيقية. اللي يفصل بيني وبينك هو المزيف. نعم. البنك. نعم. نروح البنك، إذا قال مزيف يبقى واحد مننا الاثنين على حق. لكن علشان أنا من غير ما أروح للبنك وأقول هو ده الصح، أنا غلطان، أنا غلطان. فين البنك اللي أمتحن عليه كل الأقوال؟ كلمة الله. ما يتوافق مع كلمة الله فهو صحيح، وما لا يتوافق مع أقوال الله فهو غير صحيح. تقول لي لا وأنا مش هصدق الكتاب، قصتك مع ربنا مش معايا أنا، لأن الكتاب المقدس بيقول من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. نعم. يبقى قصته مش مع حليم، قصته مع الله. أنا عمري ما أدخل في مهاترات مع واحد، أنا مش من النوع على فكرة اللي أحب المناقشات وشد الأعصاب، لا 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 لا. أنا لما ألاقي واحد كده بص تلاقيني بقيت ريلاكس أوي معاه وابتسم، خلصت القصة. نعم. يحاول ما ياخدش مني. ليه؟ لأن ده شخص متزمت عاوز يعمل مقارنة بين ما أنا قلت وما هو قال، ومين اللي يغلب. ما قلت وما أنا قلته فلا يؤخذ به، لكن يؤخذ بهذا الكتاب أقدم الكتب، وصاحبه صادق لا يكذب. عشان كده أنا أمتحن الناس اللي ببيرية قال عنهم الكتاب في سفر الأعمال كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي، قبلوا الكلمة بنشاط، بس يقول بعديها فاحصين الكتب، ودي أهم حاجة. الله، بولس حد يفحص وراه؟ يفحص ورا بولس وأبولس وورا بطرس، نفحص الكتب، افحصوا الكتب، رب يسوع قال فتشوا الكتب. نعم. فللأسف السبب الثاني اللي يخلي الإنسان يتدين اتباع قائد يتكلم بطريقة جذابة ويقدر يخلي الناس عنده حجة الإقناع، عنده كاريزما، يعرف يقنع الناس إن اللي بيقوله صح. فعشان كده يقول لك مش ممكن أبدا يغلط. فتبعيتنا لأشخاص ومبادئهم يقودنا إلى التدين دون معرفة الله. في سبب ثالث بقى، البيئة اللي أنا أنشئت فيها شكلها إيه؟ طبعا تلعب دور كبير قوي. تلعب دور كبير، البيئة بالذات دي تلعب دور كبير. نعم. إزاي؟ أنا دلوقتي اتولدت، أنا حليم اتولدت في أسرة مسيحية، هطلع إيه يعني؟ أول بس ما عرفت قلت بابا وماما ومشيت كده وخطيت خطوة للتانية، ابتدوا يقولوا لي قول الله محبة. هقولها مكسرة، الله محبة، برافو، قال الله محبة. بعدها كبرت شوية قالوا لي قول أبانا الذي في السماوات، قلتها، حفظوها لي، سقفوا لي. بعد كده قالوا لي أنت تعرف مزمور الراعي؟ إيه مزمور الراعي؟ تعال نقول ورانا الرب راعي. قعدت أقول الرب راعي، سقفوا لي. فعمال يغذوني حسب البيئة اللي أنا موجود فيها. نعم. آخر موجود في بيئة أخرى حسب ما تربى فيه أو وجد فيه، بربوه، بحفظوا ديانته، كتابه، صلواته، طريقة الصلاة، بيعملوا. فأنا في بيئة وهو في بيئة. البيئة أنشأت مننا شخصيات متدينة سواء هنا أو هنا، حتى على مستوى الطوائف، كل طائفة لها مبادئ وتعاليم، وكل طائفة عفوا في التعبير اللي أقوله بتكفر الطائفة الثانية حتى في داخل المسيحية. تسمح لي أستوقفك في الجزئية دي، لأني كلام حضرتك أثار جوايا سؤال أحب أطرحه، لا هو في الحسبان ولكن وليد اللحظة، أنا عارفة أنه لحضرتك إجابة عليه. حضرتك قلت نتربى في بيئات أيا كان خلفياتها، فإحنا بننشأ في البيئات وبال يعني عايزة أقول، مش عايزة أقول التوارث لأن هو ده سؤالي، بنطلع منتميين للبيئة بكل شكلها، حتى لو في أخطاء في المجتمع اللي احنا ناشئين فيه، احنا بنشرب كل ما فيه من خلفيات دينية وثقافية وحتى أقول تعليمية. صحيح. وتعامل. احنا الأرض اللي بنتربى فيها هي دي الأرض، يا أرض خصبة وبتطلعنا بالشكل المناسب، يا أرض ضعيفة وبتطلعنا ضعفة. ولكن يبقى السؤال، طالما حضرتك قلت البيت والبيئة، هل المسيحية تورث؟ أنا النهاردة بأنشأ في بيت زي ما حضرتك قلت، 1 2 3 بطلع أشرب من البيئة ديت. وأنا معلوماتي، أنا عارفة عندك إجابة عليه، يعني موضوع يعني يشغلك وأنا فاهمة قد إيه يشغلك. هل بتشوف إن المسيحية تورث؟ وهل الله كما نعلم، ولسه هنتكلم في موضوع كبير جدا اسمه بنوة، بنوة الله، هل الله عنده أحفاد؟ هل المسيحية تورث؟ اتفضل. صدقيني سؤالك حلو وفي وقته، وكويس اللي أنت قطعتيني وقلت السؤال. سامحني علشان لا ده مهم قوي 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 قوي. المسيحية تورث؟ تورث. تورث كديانة. نعم. لكن المسيح لا يورث. في فرق بين الاثنين. ماذا تعني بأن المسيح لا يورث؟ وأشكرك. المسيحية كديانة تورث، فأنا قلت اتولدت ببيت مسيحي طلعت مسيحي. نعم. وشربت تعاليم المسيحية، وعندي استعداد كمان وأنا طفلة أموت لأجل المسيح. أنا أذكر، وده مش عيب، في المكان اللي اتولدت فيه وتربيت فيه، الشارع اللي أنا فيه، في آخرين من ديانة أخرى. كنا نطلع في الشارع، هو يقول لي يا كافر وأنا أقول له يا كافر، ونمسك في بعض وتيجي الناس تخلص في بعض، تخلص فينا. إيه السبب؟ هو قال لي يا كافر وأنا قلت له كافر. مين اللي بدأ؟ هو. بس أنا مش كافر، هو أنا مش كافر. هو بيدافع عن إيه؟ ما ورثه، وأنا موروثات ما تورثته. نعم. لكن بعد ما الرب افتقدني وصرت إنسان جديد في المسيح، نفس الشخص بيقول الكفرة دول أو لشكرا يا حبيبي، ما عندكش أحسن من كده، ربنا يباركك. الله، طب ما أنا كنت بمسك في خناق وأقول أصل أنا كنت بدافع على مبادئ ورثتها. نعم. لكن أنا لما بقيت المسيح دخل لقلبي، دخل سكة تانية. المسيح لا يورث، لكن المسيح يقبل. بس هو ده. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان، بيقدم نفسه للإنسان، يا يقبله يا يرفضه. مفيش بابا مؤمن معناها إن أنا أطلع مؤمن، بابا أسيس، أمنية بابا مهما كان، أمنية بابا إن أنا أطلع مؤمن. اللي أبوه أسيس زي ما تقول حضرتك، كأسيس يتمنى أولاده يكونوا مؤمنين، يشرفوه يطلعوا مؤمنين. لكن لا القسيس يورث اولاده ولا ابويا المؤمن ورثني هذا الايمان. في يوم من الايام وقفت مع نفسي وانحنيت وقلت له اتفضل ادخل قلبي انا عايزك. فانا توارثت مبادئ لكن ما توارثتش المسيح، لكن المسيح قابلته في داخلي. لازم نميز بين الاثنين. بس عاوز اقول شيء مهم برضو لألا انساه، ما نحن نتعلمه ان كان صحيح فهو نافع. يعني كون اهلي حفظوني ربوني تربيه مسيحيه صحيحه وقدموا لي تعاليم نقيه بس انا مش قادر اعيشها مش مشكله، بس انا عرفت الصح. نعم. لما بقبل المسيح بترجم ما انا تعلمته الى حياه عمليه، وده الدور الاساسي للعيله ده لازم. نعم. لكن كارثه كبرى لما ما حدش علمني، ما حدش يقول لي، او تقف عند الامور عند معرفه حفظناه وعرفناه بس هو حر الامور ونقنع، او بدون معرفه او قصد بنقول لا ده الكيان او ده الوضع اللي انت عليه، انت شخص دلوقتي رائع انت حفظت وعرفت وبتروح الكنيسه وبتيجي ابن الكنيسه، وده اللي هنا بنأكده. فرق كبير بين اللي بنعرفه عن المسيح وبين البنوه الحقيقيه اللي هنتكلم فيها. ولد عمره 7 سنين 7 سنين، تخيل لما يكون 7 سنين وقول له واحد كان في عمر 35 سنه نقول له يا كافر. طب جابها منين ال7 سنين ده عشان نقول له واحد 35 سنه؟ شكرا يا ابني كتر خيرك، العيب مش فيك، العيب في اللي علمك، في اللي قال لك. مين اللي قال له 7 سنين؟ لا راح مدرسه ولا غيره علمته، البيئه. البيئه. فعشان كده البيئه تخلق نوع من التدين المصحوب بالعنف، ده سبب من ضمن الاسباب. سبب اخر يقود الانسان للتدين عدم رغبه الانسان قبول ما عمله الله في المسيح يسوع أو بالمسيح يسوع، عدم رغبة قبول هذا العمل مستندا على ما يعمله هو. تقولوا له الله عمل اقبل، يقول لك لا ما تاخد من الدنيا غير عملك ودينا بنجاهد. فعدم رغبة الإنسان لقبول ما عمله الله يقود لخلق ديانة وتدين لنفسه. على أي حال لألا الوقت يسرقنا، أسباب التدين كتير، بس أنا قصدت أن أنا يعني أقول بعض الشيء ناهيك عن الميديا ووسائل الإعلام. نعم. بتعمل غسيل مخ والإنترنت والمقالات. نعم. كل هذه الأمور بتساعد الإنسان على التحول من الله إلى خلق لنفسه مبدأ أو ديانة أو لا دين. أو لا دين. أو لا دين. ودي مشكلة كبرى. ودي مشكلة كبرى. طبعا. من النهاردة حتى كنا بنتكلم أو بنخص يعني تركيز حلقتنا على التدين، إلا إن حتى التدين في عند شريحة من الناس هو مفقود، هو من لا دين له. ويمكن لما قلنا نوعيات الناس 3، إنه ناس عالم لا يعرفه ولا يريد أن يعرفه، عالم جاء لي ولكن لم يقبله. ولكن الشريحة الرائعة اللي رغبة قلب الرب إن العالم كله يكون زي هو، الذين قبلوه والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. حضرتك اتكلمت باستفاضة جدا عن أسباب التدين أو إيه هو التدين وإيه علاقة التدين بالأعمال، وإزاي النهاردة نحط أعمالنا ونمتحنها على النار كده ونشوف إنها فقط سلوكيات ولازم يسبقها إيمان، إيمان ثابت، نتيجة الإيمان يكون في ثمار هي الأعمال الرائعة أو الأعمال اللي بتنشأ نتيجة الثمار. أنا عاوز أشبه بس بعض التشبيهات مدام رجعت للتدين تاني. نعم. الشخص المتدين عبارة عن سيارة بدون بطارية، شكلها من الخارج جميل لكنها لا تتحرك، منظر رائع لكن ما فيش أي حركة. دي واحد. رقم 2، المتدين يشبه تماما الورد البلاستيك، الورد المصنع، شكل ولون لكن ما فيش حياة. أنا خدت المقلب ده لما كانوا مطلعين التصنيع الورد ده البلاستيك الصناعي، وكنت في زياره وسلمت على الاخ وقعدنا في الصالون انا والاخ اللي معايا، وهو قام راح يجيب شيء نشربه، فبقول للاخ اللي معايا ايه الجمال ده؟ طبيعي 100%، ده ورد في غايه من الجمال. نعم. هو نفسه اندهش. نعم. قال لي بس ازاي حاطينه في فازه كده شكلها ظريف؟ نعم. فقمت حب الاستطلاع مسكت لقيتها بلاستيك. نعم. فقلت له ده مغشوش ده. نعم. بلاستيك. ورحت قاعد شكل طبيعي 100%، بس شكله 100%. مين اللي يفحص الامر ده؟ عارفه النحل؟ لو جبت نحل ما يقفش عليها، لأن ما فيهاش رحيق، ما فيهاش حياة. لكن يقف على واحدة تانية متسخة لأن فيها حياة. نعم. فالورد الطبيعي في ورد بلاستيك. المتدينين شبه المؤمنين لكن مش مؤمنين. نعم. شكل السيارة الجميلة لكن فيش بطارية تحركهم. ده أبسط الأشياء اللي أقدر أقوله على التدين. هضيف على الكلام اللي قلتي حضرتك برضو من ناحية حاجة تانية. العالم ينقسم إلى 3 أقسام. مين اللي خلى ال3 أقسام دول ظهروا؟ مجيء المسيح. نعم. في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول يقول الكتاب: كان في العالم عدد 10، كان في العالم عن الرب يسوع. نعم. وكون العالم به. يعني هو موجود في العالم والعالم اتخلق بواسطته والعالم لم يعرفه. نعم. طب يا أخي فكر يا أخي. يقول لك لا، كل شيء كائن من ذاته والعالم لم يعرف. سوري بقطع حضرتك، وانا بحضر وبتكلم في الجزئيه دي فابني سمعني وقال لي الايه دي بطريقه مش معقوله. اشكرك علشان بتاكد عليها. اتفضل. الشيء الثاني، المسيح لما جه ابتدى رحلته وخدمته من وسط اليهود. نعم. الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. فالعالم لم يعرفه وخاصته لم تقبله. هل الله بعد ادي خاصته رفع لم تقبل والعالم لم يعرف. والعالم كله يتكون من الاثنين دول. نعم. من شعبه ومن الامم. طب دول لم يعرفوا، الامم في جهل، واليهود رفضوا قبوله. يرفضنا ويرمينا؟ قال لا. امال تعمل ايه؟ قال لا، افتح الباب للاثنين. ويلكم باي حد، يرحب باي حد. عشان كده يقولوا اما كل الذين قبلوه. اما كل الذين قبلوه من مين؟ من العالم. نعم. ومن خاصته. أهلا وسهلا بكل اللي يقبل. شكرا يا رب. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا قوة أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. في إنجيل متى وأصحاح 11 أصحاح 11 عمل آيات كتير في المدن اللي كان عايش فيها، صنع أكثر قواته فيها. نعم. يقول الكتاب: وابتدأ يوبخ المدن التي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ادعوا الحكمة والذكاء والشطارة وما عرفوش. رأوا فيه الناصري، رأوا فيه ابن مريم النجار، رأوا فيه شخص محتقر. طب والمعجزات دي؟ عشان كده وبخهم. في الوقت اللي وبخهم فيه رفع عينيه وقال له: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال البسطاء اللي بيصدقوا كل شيء. نعم. بعدها يقول إيه الكتاب؟ يقول ابتدى يقول: تعالوا إلي. عدد 28. نعم. بعد ما وبخ الناس دول المفروض يعرفوه ويامنوا بيه ويتوبوا ويرجعوا، ولا تابوا ولا عرفوا ولا عايزين، راح موجه الدعوه: تعالوا الي مش يا جميع اليهود بقى. نعم. يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. عشان كده بيوجه دعوته للاخرين. اذا في اللي يسمع ويرفض، في اللي بيسمع ويتفلسف، في اللي بيسمع ولا انا ما عنديش استعداد اعرف، في اللي يسمع بس لا يقبل، لكن في اللي يسمع والقلب بيتفتح ويقبل المسيح ويرتاح. وده نقول له: يا بختك يا هناك، طوبى لمن يقبل الرب. قبلوا الابن لئلا يغضب. نعم. فتبيدوا من الطريق. نعم، هناك نوعيات كثيرة وعديدة من الناس، ولكن حضرتك قلت كلام كله رجاء وأمل. فتح الباب، وأما كل الذين قبلوه لم يرفض أحد. مفيش شروط، لم يرفض أحد. نعم. أنا أقول لك على حاجة يمكن تكون البعض من المشاهدين يعرفها والبعض يندهش منها. الرب لا يهلك أحد. نعم. يعني إحنا كخدام وكمبشرين ككارزين بنقول: إن لم تتوب وتقبل المسيح لابد المسيح يهلكك، يرميك في جهنم. الحقيقة التعبير مش مظبوط. عارفة لما بقول يهلكك معناها إن الشخص مش هالك وبكده هيهلكنا، لكن الكتاب عرفنا ان البشر هالكين ولذلك جاء المسيح للهالكين. قال في بيت زكا لزكا هذا التعبير: ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. مش ما سيهلك. نعم. ما قد هلك. نعم. فاحنا هالكين، جاء المخلص يخلص. اذا قبلته هيقطع حبل الرجعه ناحيه طريق الهلاك، همشي في الطريق الصح وانجو يبقى في حياه ابديه. اذا ما قبلتوش هكمل الطريق، لان هو طريق انا اكمله لغايه ما اوصل للنهايه المره. عشان كده يقول الكتاب: كلمة الصليب عند مش الذين سيهلكون، عند الهالكين. نعم. ويقول: إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، اللي قال عنهم: إن كان إنجيلنا مكتوم فهو مكتوم في الهالكين. هم اسمهم الهالكين، احنا كنا هالكين. الرب بيعترض الطريق وبيخلص الهالك ويبقى مخلص بالنعم، لكن إذا عاوز يكمل الرحلة ده قصته هو. نعم. فالله لم يهلك أحد، ده اللي أنا عاوز أقوله، الله لم يهلك أحد. نعم. لكن الخاطئ يهلك نفسه برفضه. إذا رفض المسيح بيكمل طريقه للهلاك، إذا قبل المسيح فلا يهلك، يقبل أو يرفض. نعم. هو لو خد رأينا، أنا أول واحد أقول له أتوسل إليك، لا ترفض بل اقبل المسيح، لكن هو مش عايز وعاوز يكمل، دي قصته. نعم. مش قصتي أنا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. تمام. خلينا نخرج لفاصل. أحبائي، رغبة قلب الآب إنه جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، علشان كده النهاردة عندك رجاء جديد، حتى لو أنت من النوعية الأولانية ما عرفتش وما سمعتش، والنهاردة بتعرف وتسمع إن في إله عظيم جاء فقط حتى يعطيك حياة، جاء فقط حتى يعطيك خلاص، جاء حتى يفدي نفسك من الهلاك. عليك موقف واحد، إنك تتفاعل، إنك تتجاوب، إنك تفتح قلبك، إنك تسمع، إنك تطيع. وفي الحالة دي هيقول لك تعالى، اللي بيجيله لا يخرجه خارجا، مهما كانت خلفيتك، مهما كان مكانك، مهما كان انتمائك، هو جاهز إنه يقبلك إذا أنت قبلت عمله الكفاري ليك أنت شخصيا على عود الصليب. حبايبي، بنخرج لفاصل ونرجع لاستكمال ما بدأناه، والتدين والبنوية. بلي مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه، مش هتندم لو فتحت القلب ليه، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه. حياتك للي حبك ومات عشانك عالصليب، بالسلام راح يملى قلبك يبقى ليك أعظم نصيب. عيش حياتك للي حبك ومات عشانك عالصليب، سلام راح يملى قلبك يبقى ليك أعظم نصيب. مش هتندم لو فتحت القلب ليك، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه، مش هتندم لو فتحت قلبي ليه، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه، إلا فيه. مرة تاني بنرحب بحضراتكم معانا لاستكمال هذا الموضوع الخاص بالتدين والبنوة، وخلينا ناخد اتصال من أخي شمعون في فلوريدا. أهلا بيك. فيكم أهلا بيك. سلام المسيح إلى معلمنا ومعلم الأجيال الدكتور حليم، الله يبارك فيك. الرب يباركك يا أخي شمعون. في لي سؤال دكتور، الله يبارك فيك. بجوز انا طلعت عن الحلقه، بس لازم انا اتعلم منه، الله يخليك. في انجيل معلمنا متى 11، نعم انجيل 11 ال21 وال22. انا ال22 مش فاهمها. ويل لك يا كورزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. هلا أنا هاي مش فاهمة، لكن أقول لكم إن سور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. سور وصيدا يعني ليش مثلا قال سور وصيدا؟ يعني الرب يسوع له المجد. طيب لا. تسمع اخي شمعون، اسمع رد السؤال الاولاني، اتفضل. لو خدت بالك يا اخي شمعون في بدايه عدد 20، حينئذ ابتدى يوبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته لانها لم تتب. فالمدن دي اللي عمل الرب فيها اكثر المعجزات. المدن دي ما اسمائها في العدد 21 ابتدى يذكر هذه الأسماء، وهي كورازين، بيت صيدا، كفر نحوم. دي أكثر البلاد اللي صنع فيها الرب معجزاته، عشان كده بيسميها بالاسم. كان المفروض بعد ما شافوا المعجزات يتحققوا أن صانعها هو الله المتجسد. الغرض من المعجزات يا أخي شمعون اللي عملها الرب يسوع هو كشف الستار عن من هو يسوع. فكل الناس شايفة في الرب يسوع الإنسان، يسوع المسيح. قام في وسطنا نبي عظيم لم يقم من بين الأنبياء مثل هذا، فعل كل شيء حسنا، لكن ما قدروش يتحققوا أو يقبلوا ويصدقوا أن المسيح هو الله. المنعهم عن ذلك الحكمة البشرية، منطقة الجليل كانت تعتمد على المنطق والحكمة البشرية والعقلانية، ولذلك الرب يجهل حكمة الحكماء، حط عليهم الويلات لأن بالحكمة رفضوا قبول المسيح. اليهود اللي هم الدائرة الثانية، أورشليم واليهودية، مش هم أفضل منهم. في إنجيل يوحنا أصحاح 12 عدد 37 يقول: مع أن صنع أمامهم قوات وآيات كثيرة لكنهم لم يؤمنوا به. فالغرض من الآيات أو الغرض من المعجزات شيئين قالهم الرب يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح الأول عدد 15: فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. الجليل لم يتوبوا عن أفكارهم العقيمة، ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم أفكاره، لم يتوبوا. واليهود للأسف لم يؤمنوا، فدول مش أحسن من دول، والعينات دي موجودة لغاية النهاردة. ناس بتسمع وما بتتوبش، وناس بتسمع وما تأمنش. لكن الإيمان الصحيح لازم نتوب، نغير المسار، نغير فكرنا عن من هو المسيح، وندرك من هو هذا الشخص ولماذا جاء ومات على الصليب، ولازم نقبله قبولا حقيقيا في القلب بالإيمان. ليه قال عن سدوم وعمورة وقال المدن القديمة اللي حضرتك قريتها: لو صنعت في صور وصيداء، نعم، القوات المصنوعة فيكما لا تابت قديما في المسوح والرماد. يعني هذه البلاد التي هلكت بخطاياها لو اتصنعت فيها أقل من هذه المعجزات، لو جاء المسيح وسطهم كانوا تابوا ورجعوا. لكن يعني هذا لا يعطي التماس العذر، لكن أنتم رأيتم وشاهدتم وآمنتم ولم تقبلوا، لم تتوبوا، ولذلك دينونتكم عظيمة ولا يمكن أن توصف بوصف. أخي شمشون حضرتك معانا؟ حضرتك معانا؟ هل عندك، أنا عارفة أنه كان عندك أخ شمعون، حضرتك عندك أسئلة تاني؟ أنا عارفة كان عندك سؤال شكراً تاني. شكرا كتير، الله يبارك فيكم ويباركك. شكرا جدا لسؤالك وأهلا بيك في أي وقت. شكرا جدا ليك دكتور. خلينا نرجع، اتكلمنا باستفاضة عن التدين، أشكال التدين، أسباب التدين، وليه إحنا بعض الأشخاص تسعى أنه يكون في زي المتدين، ولكن يمكن دون معرفة أو بمعرفة وإصرار على اتباع القائد، أني أنا بتبع منهج وليس إله، وشتان بين اتباع القائد واتباع المناهج واتباع الله. ناس بتدين بأديان ولكن تظن أنها بيبقى بعض الأعمال ترجى الله. الأهم الأعمال مجرد سلوكيات، مجرد بحث مني على فقط إرضاء الله، ولا أنا بعمل نتيجة إيمان. وإزاي، وهنعرف إزاي الإنسان يتأكد من خلاصه. ربما حد يسأل: أيوة أنا بعمل أعمال رائعة، إزاي أتأكد أن هذه الأعمال نتيجة إيمان؟ وما هو تأكيد الإيمان والخلاص جوايا؟ ويمكن ده اللي يقودنا على للسؤال اللي جاي: إيه هي امتيازات هذا الشعب اللي بيملك هذه البنوة اللي بيتمتع بيها؟ من هو الشعب المقتنع؟ الشعب المقتنع، على فكرة، لأن البعض يفكر ان احنا ننتقي بعض الالفاظ ونحكي فيها في برنامج مثل هذا، نعم. لكن العباره اللي اتفضلت حضرتك وقلتيها موجوده في رساله بطرس الرسول الاولى، نعم، والاصحاح الثاني والعدد التاسع، نعم. اسمحي لي اقرا الايه دي بس، اتفضل. وخاصه على كلمه مقتنع، ودي نعم. مهمه، انا لازم اعلق عليها الحقيقه، لان العباره دي لها تقدير عندي كبير. اتفضل. يقول: وأما أنتم، في العدد التاسع بيكلم المؤمنين، وأما أنتم يلي أخذتم البنوة، أما أنتم يلي اتولدتوا ولادة جديدة، أما أنتم يلي قبلتوا المسيح مخلص، أما أنتم يلي اتغسلتم بالدم الكريم، أما أنتم يلي صرتم متمتعين بالامتيازات وكافة عطايا الله أبوكم، أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. نعم. عشان كده بس حبيت ألفت أحباء المشاهدين إن ده تعبير في الكتاب المقدس، مش إحنا بننتقي ألفاظ، نعم، وبنعظم في أنفسنا، نعم، لكن ده حقنا الشرعي في المكتوب. شعب اقتناء بمعنى لما أقول أنا اقتنيت الشيء، معناها إيه؟ امتلكته بعد أن دفعت الثمن فيه. لأن أنا مش ممكن أقتني شيء يخص آخرين ما لم أشتريه وأدفع الثمن فيه. لو أنا أخذت من هذا المنطلق بعد سقوط الإنسان وابتعاده عن الله وانفصل عن الله، صار من حق الشيطان أن يسود ويمتلك، وأصبح الشيطان رئيس هذا العالم، وأصبح الإنسان مستعبد للشيطان. طيب عشان الإنسان ده يرجع إلى الله لابد من عمل شيء يتوافق مع قداسة الله المطلقة ومحبته، بحيث أن لا يعطي مجال للعدو أن يشتكي. نعم. ما يبقاش الله سالب. في فرق بين سلبت الشيء وفي فرق بين اقتنيت الشيء أو اقتنيت الشيء. أو نعم. خلينا أقولها بطريقة تانية، هناك فارق ما بين سلبت الشيء فاقتنيته امتلكته، وفي فرق بين دفعت الثمن وامتلكته. نعم. تفرق كتير. الله لو أظهر قوته ويقدر وعظم، وعلى فكرة في ناس بيسألوا بيقول الله قادر على كل شيء وفي سلطان وإمكانه أن يفعل ما لا يخطر على البال، يقول للشيء كن فيكون، يقدر يقول للخاطئ توب وأنت مخلص وخلاص يبقى مخلص. ما هي الضرورة للصليب ودفع الثمن اللي بتقولوا عليه وسفك الدم؟ إيه هو الدم وسفك الدماء ده؟ حرام عليكم تقولوا على الله كده. معلش، غصب عنه مش قادر يفهم، لأن في بعض التعبيرات أنا عارف أنها صعبة، ولا ألوم على مثل هؤلاء أكتر من إني محتاجين نتعلم سوا ونعرف مع بعض. بالظبط. لو الله ضرب الشيطان على وجهه وخلصنا منه، حقه ولا مش حقه؟ حقه. الخالق، الشيطان مخلوق. نعم. دول كانوا ملائكة خلقهم ربنا وتكبروا واتطردوا وسقطوا. نعم. فقدرة الله عظيمة، وكمان الشيطان ده المخلوق، بس ده لا يتناسب مع قداسة الله، لا يتناسب مع عدالة الله، لا يتناسب مع الله الحق، واحنا بنقول الله هو الحق. نعم. ولا بد يكون عنده الحق، إذا كان هو الحق فليفعل الحق. إذا علشان يطلعنا من إيد اللي اقتنانا واستعبدنا وبهدلنا اللي هو إبليس، يبقى لازم يشترينا، لازم يدفع الثمن. ولذلك الرب يقول، الكتاب المقدس بيقول اشتريتم بثمن. نعم. اشتريتم بثمن، دفع فينا الثمن. طب دفع فينا ايه اللي ضايع مننا؟ حياتنا. نعم. حياة بدل حياة، كان لازم يدفع حياته. الدم مش هي القطرات الدم اللي سالت، لكن الدم يكنى عن الحياة كلها. نعم. عشان كده لما دفع المسيح دفع حياته. نعم. أسلم نفسه حتى الموت لأجلها. نعم. عشان كده لما بنقول الدم نعني الحياة نفسها. لما ادى التشريع بأكل اللحوم قال ما تاكلش يعني لحوم حيوان بدمه، لازم تذبحه وتغطي الدم بالتراب، يعني لازم الدم يطلع منه. ليه طيب؟ قال لأن النفس هي في الدم. نعم. عشان كده ما تاكلوش بنفسه، بحياته، ذكرها بالنص كده، حياته، الدم حياته. ولذلك أعطيتكم الدم للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، لأن النفس هي في الدم. فعشان كده نفس بدل نفس. بس النفس اللي تتقدم دي قيمتها تكون قيمة مش العالم، أعظم من كل العالم. نعم. لأن اللي يقدم نفسه ده لازم يكفي لكافة البشر في مختلف الأجيال والأعمار والجنسيات، يعني لازم يكون قيمته غير محدودة. ونجيبه منين احنا غير المحدود ده؟ الله غير نعم. المحدود جاء في الجسد وقدم نفسه باعتباره حمل الله، ودفع الثمن في الصليب كاملا. عشان كده لما اشترى بدفع حياته، دفع حياته. فين حياته؟ دمه كان لازم يسفك قطرة قطرة. ولذلك الجندي لما طعنوا بالحربة يقول الكتاب أخرج دما وماء. عاوز يقول يعني تم الذبح بكامله وأخرج كافة حياته، حياته كلها وضعها. نعم. بذل ووضع حياته لأجلنا. فعشان كده شعب مقتنى، أي دفع المسيح الثمن لكي يقتنينا. دول مالهم دول؟ أنا امتلكتهم. طب امتلكتهم، إيه اللي عليهم؟ دول أنا هاخدهم معي نار جهنم، لأن الخطية في حكمك أنت قلت أجرة الخطية موت. طب خلاص، أنا هدفع حياتي بدل عنهم. دفع حياته في الصليب، والبرهان القيامة من بين الأموات. قاموا حي حقه بقى ياخد ما اقتنع. عشان كده يقول الكتاب لفداء المقتنى، لفداء المقتنى تلاقيها في أفسس. نعم، يعني احنا اقتنينا، امتلكنا بدفع الثمن. عشان كده احنا شعب اقتناء مدفوع فيه الثمن الكبير. وعلى فكرة بالمناسبة قيمتي مش في ذاتي، ممكن يكون شكل مش حلو، وياما ناس ربنا سمح لهم يتولدوا بإعاقة معينة. نعم، ويمكن لما بيقفوا قدام المراية يصابوا بحالة نفسية. نعم، ومن المحتمل وأنا بتكلم حد بيشاهدني دلوقتي بكل تأكيد قيمتك وقيمتك مش في شكلك ولا جمالك ولا منظرك اللي اتدفع فيك. ياما جمال بيروح في التراب. نعم، وياما ناس كانوا ظراف. أبشالوم ابن داوود يقول الكتاب جميل الصورة. نعم، بس الجمال خلى عمل ايه؟ طول شعر راسه زي الستات. متعلق في شجرة اتقطعت رقبته. نعم، راحت جمال في الأرض. يعني قصة مش قصة شكلي ومنظري، لكن قصة الدفع فيا كام. عفوا في التعبير، واحد لابس ساعة، معلش يعني أتمنى ما حدش يحتقرني فيما أقول. لا لا مفضل. الساعة دي لو اداها لي ب5 دولار عفوا ما تلزمنيش، لكن كانت المفاجأة الكبرى بيقول لي إيه؟ الساعة دي غالية عليا جدا، الساعة دي فخلاني اتشددت. يا عم على ايه؟ عملته للساعه الساعه صدقني ما بلبسها على ايدي في ايدي. قال اصل انت مش عارف بقيمتها، الساعه دي ب 3000 دولار. نعم، قال لي 3000 دولار. انا لا قلت له معدنها ايه ولا شكلها ايه ولا لونها ايه. انا كل اللي سمعته عفوا في التعبير شيء ما دخليش عقل، لكن فكرت فيها. الساعه بيحكي عنها كتير غاليه على قلبه. ايه اللي غلاها؟ تمنها، قيمتها. هو بيحكي مش على الساعة، هو بيحكي عن التمن اللي دفعه في الساعة. نعم. أنا وأحبائي المشاهدين اللي قبلوا المسيح واللي هيقبلوه، قيمتكم وغلاوتكم في التمن المدفوع فيكم. إيه التمن اللي اتدفع فينا؟ يا سلام، حياة المسيح. نعم، على الصليب. أنا غالي على قلبه، غالي. دم غالي وسمين. أنا لم أتخذ الإيمان المسيحي كعقيدة، أنا بتكلم عن نفسي، ولم أتخذ الإيمان المسيحي كديانة، ولم أتخذ الإيمان المسيحي كنوع من التعصب. أنا مسيح اتقابل معايا، دخل حياتي، غيرني، أعشقه. كل يوم بيزداد غلاوة على قلبي. فقيمتي يقولوا عليا زي ما يقولوا، لكن قيمتي أنا عارف قيمتي. قيمتي إيه؟ قيمتي إيه في المسيح؟ المسيح. نعم، المسيح نفسه. أنا النهاردة لو دفعت في تمن، دفعت في هذا الكتاب 50 دولار، هيبقى غلاوته عندي 50. لو دفعت 100 قيمته 100. نعم، لكن لو الكتاب ده اتسرق وضحيت تضحية كبيرة هيزداد غلاوة عليا. أنا عايز أقول المسيح لما دفع حياته. نعم، يبقى أنا قيمتي قد إيه؟ أخاف أقول كلمة. تخيلي أنا غالي على قلب المسيح أكثر من غلاوته على نفسه، وإلا لماذا دفع حياته عشاني؟ نعم، تخيلي أنا غالي قد إيه بقى؟ قدم كل ما هو غالي. لما تقولي له حليم ده بالنسبه لك يقول لك اغلى من نفسي. لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذل سواء اللي صدق او ما صدقش. لا ده اكيد، ده كلام اكيد، ده دافع حياته، دي حقيقه، دي غلاوتي، مش بنتكلم عن وهم، دي حقيقه بالظبط. كوني انا غالي عليه، السؤال بقى كوني غالي عليه يضحي بيا؟ يسيبني في الالم اتالم ويتفرج عليا؟ اكيد لا. أنا عاوز أصحح بعض المفاهيم بس انتهز الفرصة. في الأتون معانا، إخواتي وحبايبي المؤمنين اللي بأنه تحت مرض معين أو ظرف معين أو ضيقة معينة، معلش يمكن تحس إن طلعت بره الموضوع، لكن أنا في الموضوع لو احتياج، لأن دي شريحة كبيرة محتاجة الرب. أنا عايز أقول لهم النهاردة مهما كان الألم أنتم لم تفقدوا قيمتكم. أنتم كل واحد له غلاوة خاصة على قلب الرب، ولا يمكن الرب ضحى بيكم مهما كان، لأن ضحى بحياته عشانكم، يضحي بكم انتوا. يحدث ما يحدث، رنم وترنيمة غالي، أنا غالي رب عليك، أنا غالي عليك صدقني، وغلاوتي مش فيا. بالظبط كده. فأول شيء من الامتيازات الحلوة أننا شعب اقتناء، شعب مدفوع فيه الثمن، شعب امتلكه الرب. نعم، شعب حي المسيح بروحه فيه، شعب له إله، بين الشعوب لا يحسب. شعب يهتم بي إلهه، شعب الإله القديم له ملجأ والأزرع الأبدية حملاه تسنده. نعم. شعب منصور، شعب له السماء، شعب في يوم من الأيام هيكون مع المسيح في بيت الآب. غلاوة خاصة. دول مش كل العالم، دول مش كل المسيحيين، دول المؤمنين الحقيقيين. نعم. أما المتدينين آسف دي سكة تانية، لكن المولودين من الله المدفوع فيهم حياة المسيح واللي ساكن فيهم الروح القدس الشعب اقتناء. اسمح لي أستوقفك هنا. حضرتك قلت عبارة خطيرة، مش الكلام ده مش لكل الناس، لا للمتدين أنا آسف، لكن المولود من الله اللي بيتمتع بالبنوية. نعم. تقصد إيه؟ وإزاي لو أنا النهاردة عايز أخذ الموقف ده؟ أنا سمعت وعرفت إنه أنا يمكن ممارساتي شكلية وكنت أظن إن ده كل الموضوع. إيه المطلوب مني لما حضرتك قلت لا الكلام ده مش ما بخاطبش يعني كل إنسان النهاردة هو بيمارس ممارسات أو بيعمل أمور شكلية يحاول بيها إرضاء الله، لا أنت لسه في أمر مهم، المولودين من الله. تقصد إيه؟ وإزاي أنا أخذ الولادة دي؟ برضو أحب ألفت الانتباه على موضوع الممارسات. نعم. لئلا يساء الظن ويساء التفكير. ما أكثر الممارسات في المسيحية. ليس اللوم على الممارسات وليس العيب في الممارسات، لكن العيب في من يمارس من هو يكون. نعم. بمعنى آخر أوضحها، الكتاب عرفنا في أعمال الرسل أصحاح 2 لما انسكب الروح القدس على 120 رسول وأخ موجودين في العلية وابتدوا يتكلموا بعظائم الله للناس الموجودة. نعم. ونخسوا في قلوبهم، وبطرس الرسول قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع. يقول الكتاب قبلوا الكلام بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. نعم. إذا سمعوا، نخسوا، تابوا، قبلوا المسيح، اعتمدوا، بعدها يقول انضموا. كانوا يواظبون على جهة الممارسات. نعم. يواظبون على إيه؟ تعليم الرسل، التعليم، الشركة، شركة القديسين والمؤمنين، كسر الخبز، كسر الخبز التناول، والصلوات. دي ممارسات. بس الممارسات دي بدأوا فيها إمتى؟ بعد ما أخذوا المسيح في حياته. فالعيب مش في الممارسات. نعم. العيب فينا كبشر نمارس ونحن لم نولد بعد. هذه كارثة كبرى. نمارس ولم نكن متأكدين أننا قد حصلنا على الحياة الجديدة. هنا يأتي السؤال اللي حضرتك سألتيه. نعم. كيف نحصل على الخلاص أو على الحياة الجديدة؟ الحصول على هذا الشيء أسهل ما يكون وأصعب ما يكون. أصعب ما يكون وأسهل ما يكون. إزاي؟ يا سهل يا صعب. نعم. أصعب ما يكون لأنه أسهل ما يكون. احنا دايما نحب الصعب. الناس اللي بيطلعوا سلالم على ركابهم لارضاء الالهه اللي بيعبدوها، قريت عن الهه كده لغايه ما رجلهم تسيل دمها. نعم. مبسوطين ان هم يعملوا كده، مبسوط ان بيرضي الاله. اللي بيلفوا حوالين النار لان في عبده النار ويلطموا على وشهم لغايه ما يخشى عليهم. تساليهم ليه بتعمل كده؟ يقول لك اصل كل الناس رايحه النار، فاحنا بنبكي ونتوسل اليها، لما ندخل فيها تخف عننا العذاب. الانسان يميل الى ارضاء ضميره ويرضى ضميره ويرتاح لما يحس ان هو عمل شيء صعب. لكن عشان انا اقول له ما تعملش ولا شيء، لان الرب عمل كل شيء واقبل ما عمله الله، صعب على الانسان قوي. عشان كده في الايمان العامل لكن في الإيمان والأعمال. نعم. إيه ده؟ طب ما 2-1، لا مش 2-1. الإيمان العامل بالمحبة، قال الرسول بولس في رسالة اللي كتبها للغلاطيين، الإيمان العامل. فالإيمان هو اللي بيعمل عمل إيمانكم، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم. فالإيمان لابد يكون له عمله كثمرة، لكن الإيمان والأعمال عارفة معناها إيه؟ الله يعمل حاجة وإحنا نكمل له. الله لا، يا إما الله يعمل عمل كامل وأنا أقبل، يا اما الله يتخلى من المشهد وانا اللي اعمل وان كنت جدع ارض ربنا. الله بدأ بالناموس مع الانسان، الناموس بيقول ايه؟ اعمل، افعل هذا فتحي. كم واحد عمل؟ طلعت النتيجه لم ينجح احد، كله ساقط. خلاص سقطتوا؟ محدش طب سيبوني انا اعمل. فجاء عصر النعمه. الناموس بموسى اعطيه، اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار. في ناموس وفي نعمه، في موسى وفي المسيح، يا اتبع ده يا اتبع ده، الاثنين ما يمشوش مع بعض ابدا. الناس خلقت حلقه وسطيه، مسكوا في الاثنين، ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده المسيح عمل عمل كامل، بيقول لي اقبل. اجدادك وابائك مشوا في الناموس وفشلوا، انا عملت على الصليب عمل كامل والدليل القيامه. تقبل؟ يقبل يا ارفض. فصعوبه الحصول على الحياه الجديده هو ان انا الله عاوزني اقبل اللي عمله، ولما اقبل اللي عمله هو يدخل في حياتي ويشتغل ويعمل من خلالي. فكلها من اولها لاخرها قائمه عليه. انا ما عاجبنيش الكلام، انت تلغيني انا ليه؟ فده المعطل. مش المعطل الانسان مش عايز، لا المعطل ان انا حطيت نفسي بجوار الله، انت عليك شيء وانا علي شيء، كاني بساعد الله بالظبط. ده ما ينفعش. شوف في رومية 4 في آية حلوة قوي بتقول إيه؟ الذي يعمل فلا يحسب له هذا العمل على سبيل نعمة بل على سبيل دين. دين الله، نعم، والله لا يبيت مديون لأحد. هيدي اليتيم ربنا يعوضه الدولار ب100، الكتاب قال 100 ضعف. نعم، هيعمل عمل خيري ربنا مش هيخليه محتاج، بس ما فيش علاقة مع الله ولا يشوف السماء بعيونه. اللي عاوز يروح السماء يبقى ابن لله. الأبناء يروحوا بيت أبوهم، مش العمال يروحوا بيت الأب، لا العمال ياخدوا أجرة ويروحوا على بيوتهم. نعم، لكن الأبناء ده أجير، الابن ده وارث يروح على بيت أبوه. نعم، فعشان كده القصة مش قصة ماذا أعمل، ما قالش وأما كل الذين قبلوه وعملوا الصالحات، لا. لكن كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ما قالش أكتر من إن يقبل، واضح جدا الأمور، ويؤمن. فأنا لما أؤمن المسيح بروحه القدوس يسكن فيا، مبدأ الحياة يبقى هو اللي يحيا في داخلي، يعمل كل شيء صح. لكن أنا أحشر نفسي فيها مش هنفع فيها، يا هو يا أنا. نعم. فده المعطل الكبير اللي بيحرم الكثيرين. إذن للحصول على الحياة الجديدة، للحصول على الخلاص، علشان أتولد ولادة جديدة، سميها زي ما تسميها، الأمور تتطلب كالآتي: 1. الإقرار ومن قلبي ومن أعماق نفسي إن أنا إنسان خاطي لا أستحق الموت، أسف، لا أستحق إلا الموت، إلا الموت، يعني لا يسكن فيا، محكوم عليا بالموت بالظبط. لا يسكن فيا أي في جسدي شيء صالح. نعم، فأنا جاي مفلس ورفع الراية البيضاء، بقول أستحق نار جهنم، أستحق العقاب، شاهد على نفسي بذلك. دي بداية البركة، دي أول خطوة. وإذا ما كانش الإنسان يصل إلى هذه النقطة، ولا الكلام اللي أقوله كله ده له قيمة بعد كده. دي رقم 1، دي البداية، دي البداية. مش ممكن أروح أشرب مية إلا إذا شعرت بالعطش. نعم. مش ممكن أمد إيدي وأكل إلا إذا حسيت بالجوع. مش ممكن أجري ناحية الطبيب إلا إذا حسيت بألم المرض. مش ممكن أروح للرب يسوع أطلب خلاصه إلا إذا اقتنعت إن أنا أول الخطاة. نعم. شاول الطرسوسي كان أول المبررين لذواتهم. نعم. بار في عينين نفسه. نعم. في عينين نفسه بيقدم خدمات لله سبحانه وتعالى، لكن لما تقابل معاه المسيح قال له أنا يسوع. ما قالوش أنا الله مع إنه هو الله. نعم. ما قالوش أنا الرب مع إن شاول قال له يا رب، لكن نعم. قال له أنا يسوع. إعلان للخلاص، أنا جيت لخلاصك. اللي انت بتعمله حلو بس ده مش هيخلصك، مش هيخلصك. كارنيليوس لما ظهر له الملاك قال له ايه؟ صدقاتك وصلواتك صعدت تذكار امام الرب. اللي عملته ده مش وحش، حلو قوي، بس مش هيوصلك. استدعي سمعان الملقب بطرس نازل عند سمعان الدباغ في يافا شارع البحر. نعم. يكلمك بكلام به تخلص. نعم. ارسل الراجل واستدعاه وصدقوا قبل المسيح مخلص شخص ليه. في البدايه لازم اقتنع ان كنت متدين، برفع عن نفسي، برفع عن الاخرين، كل الناس بتمتدحني بعمل اعمال ممدوحه. لازم عشان احصل على البنوه لازم اتولد، ولازم اتولد، عشان اتولد لازم اجي للرب مفلس وراسل تحت. نعم. الطفل او الجنين في بطن الام بياخد 9 شهور. ال9 شهور اللي بيقعدهم في بطن امه ما بيبقاش في وضع واحد، بيتغير الوضع. نعم. الشهور الاولى بيبقى راس الجنين فوق. نعم. يبقى كده واخد وضع موازي لظهر الام. لكن لما يجي بعد كده عند الولاده، شهر الولاده، بيتدور الراس، بتبقى لتحت. لو راسه ما جاتش لتحت يبقى ده متعب، متعب ومقرف. لكن الولاده الطبيعيه لازم راسه لتحت. ولما يخرج من بطن امه بيصرخ. نعم. ولو ما صرخش بيديله ضربات كده لغايه ما يصرخ، واذا ما صرخش هيقولوا له الحمد لله بسلامتك والبقاء لله. بالظبط. يبقى اذا راسه لازم تيجي لتحت ولازم يصرخ، هيقولوا لها مبروك. راسه تيجي لتحت لازم يقتنع انه هو خاطي. رفع عينيه في الريش الفوق في لقا 18 قال له اللهم اني اشكرك لاني لست مستباق الناس. نعم. وراح مقسمهم الخاطفين الظالمين الزناه. وبعدين ابتدى يعدد المحاسن، اصوم 2 مرات في الاسبوع. نعم. وعشر كل ما اقتنيه. وبعد كده بفتح عينيه ولست مثل هذا العشار. طب انت مالك وبخلق الله؟ نعم. خليك في صلاتك يا اخي، ما ده طبيعه الشخص المتدين. ولست مثل هذا العشار، النقد وصابع الاتهام. نعم. غلط كم غلطه، كتار يقولوا غلط كل الصلاه غلط، انا اقول غلط غلطه واحده. ايه الغلطه دي؟ هو بيقول اللهم اني اشكرك لاني لست مثل باقي الناس. كان المفروض يقول اللهم انك تشكرني لان انا لست مثل باقي الناس. ربنا اللي يشكره مش هو اللي يشكر ربنا. نعم. لكن الخاطئ بقى قرأ على صدره، لم يشاء ان يرفع عينيه. نعم. نحو السماء، راسه لتحت. نعم. الجنين راسه لتحت، قرأ على صدره، صلى وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ. الرب يسوع قال نزل الى بيته مبررا. بطرس الرسول سمعان قبل ما يكون بطرس كان بيصطاد سمك، والرب يسوع جاء على البحر بيعلم الجموع. اخذ سفينه سمعان ودخل للعمق، هيديله الاجره، ما الرب ما بياخدش حاجه ببلاش. الاجره ما لهاش السفينه سمك. وقف وعلم، كان كل نظره سمعان للرب يسوع المعلم. نعم. يسوع المعلم مبسوط قوي كده والمعلم فيه. لكن لما امتلأت الشباك سمك ركع على رجليه عند أقدام الرب قال له اخرج من سفينتي يا رب لأن رجل خاطئ. نعم. لازم راسه يتجي لتحت، لازم تيجي بإقرار بإني خاطئ. لا لازم يقر، ومش يقر 99.9% بالكامل. عشان كده شاول الطرسوس اللي أنا حكيت عنه لما اتقابل معاه الرب يسوع حكى اختباره وقال صادقة هي الكلمة. نعم. ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا رقم 1. نعم. اللي شاف نفسه أول الناس الكويسين، شاف نفسه أول الخطاة. إذا كانوا أحبائنا المشاهدين عاوزين يبقوا شعب اقتناء، يتمتعوا بالبنوة، يبقوا ورثة الله ووارثون مع المسيح، لا سبيل من إلا أن يقبلوا المسيح ليولدوا ولادة جديدة. نعم. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا. ليس، وقول ليس ليس ليس، وبعدين يقول إيه؟ الذين ولدوا من الله. نعم. يبقى لازم يتولد من الله، يقبل المسيح. بس عمري ما هقبله إلا إذا اقتنعت. فرقم واحد القناعة والإقرار الشخصي أن أول الخطاة. رقم اثنين القناعة والإقرار أن أنا الوحيد في العالم المتسبب الأول في موت المسيح على الصليب. دايما بنقول مات على الصليب لأجل صح، مات لأجل كل البشر، بس عفوا معلش مات عشاني أنا. نعم الرسول بولس قال أحبني وأسلم نفسه لأجلي. تخصيص. نعم. زي ما أنا قلت أول الخطاة أخصص موت المسيح لي أنا أبقى أنا أول المخلصين. عشان كده الإقرار رقم واحد بأن أنا أول الخطاة، رقم اثنين الإقرار بأن أنا السبب الأول بخطاياي في موت المسيح، مش مسؤول عن الآخرين، أنا اللي صلبت بخطاياي. ثلاثة أخصص عمل المسيح موته على الصليب وقيامته لي أنا، وأثق أن هذا العمل كامل والله لا يقبل عمل آخر سوى هذا العمل. ده يدفعني أن راسي تيجي لتحت وأقول له يا اللي مت بدالي وشلت أحمالي أنا أول الخطاة، تعالى خد مكانك في قلب حياتي. الرب يسوع قال إيه بقى؟ ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، هيدخل إلى قلب حياتي وأبقى إنسان جديد، أتولد من الله، أبقى من ضمن الشعب المقتنى والوارث لله. غير كده ما أقدرش أعمل، مفيش طريقة تاني، مفيش طريقة تاني. دي الطريقة البسيطة اللي بيها ممكن الإنسان ينتقل من الظلمة إلى النور، من مملكة إبليس إلى ملكوت ابن الله، ينتقل من الهلاك إلى الحصول على الحياة الجديدة. ده السكة الوحيدة اللي علمنا إياها الكتاب، مطلق الحرية للإنسان في أن يقبل أو يرفض، وده قرار والإنسان مسؤول عن قراره، ولذلك الكتاب يقول يعطي الإنسان حسابا عن نفسه. حسابا عن نفسه لماذا رفضت؟ هي كلمة واحدة، كلمة سؤال بسيط، لماذا رفضت؟ عنده إجابة يتفضل يقول. لكن لما بيقبل حلت المشكلة وبقى إنسان جديد. لما بيقبل بيكمل بقية الوعد. نعم. بيصير ابن، بياخد سلطان، وبشوفها رتب، نياشين، سلطان، قوة. مين النهاردة يرفض؟ النهاردة بنقول أنت بس تيجي عليك جزئية أن تقبل، وعندما تقبل تصير ليك السلطان أنك تصير ابن. وابن لمين؟ لله. مش لرئيس، مش رئيس وزراء ولا ملك ولا حد ليه أي كيان، ابن لله. حضرتك قلت كلمة رائعة، مبني على الوعد، وعد الله، لا على المشاعر ولا على كلام حد قال لي، لكن وعد الله. نعم إن قبلت تاخد سلطان إنك تكون ابن. طيب ماذا عن التمتع؟ النهاردة أنا خدت البنوية، إيه دوري النهاردة كابن؟ حضرتك قلت هذا الشعب المقتنع، الشعب اشتري بدم، اشتري بثمن، مش بأشياء، لا بذهب ولا بفضة. النهاردة إيه دوري كابن؟ حضرتك بتشوف إزاي أكون سفير، إزاي النهاردة أتنقل لجزئية الشعب المقتنع إنه يكون شعب مقدس. هو الحقيقة اللي دعي عليه اللي دوره قبل ما أدخل في الشعب المقدس ده سؤال مهم، وبرضه حلو إن المشاهدين إخواتنا وحبايبنا يفهموا. نعم. أنا كون صرت ابن لله في نفس الرسالة، رسالة بطرس واللي بيتكلم فيها عن شعب اقتناء، بحط عليا مسؤوليتين. نعم. مش مسؤولية واحدة، مسؤولية في عدد 5 ومسؤولية في عدد 9 في اصحاح 2. في أول الأصحاح يقول اطرحوا عنكم الحاجات اللي بتعطل النمو، ده مهم. وبعدين يقول كأطفال مولودين الآن اتولدنا بقى. نعم. احنا قبلنا المسيح، اتولدنا من الله. نعم. اشتهوا اللبن العقلي اللي هو الكتاب المقدس لعديم الغش. ودي نقطة مهمة، ما دام أنا قبلت الرب يسوع دخل حياتي، صرت ابن لله، وارث لله بالمسيح، لازم أكبر، لازم أنمو. إيه اللي ينميني ويكبرني؟ لازم أتنفس هوا نقي، فرص الصلاة لازم تكون مظبوطة، ولازم آخد الحليب كلمة الله كل يوم. الغش، اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنمو به. أكبر، مش أكتفي إن أنا قبلت وخلاص، لكن لأ، لازم تكون لي شركة وعلاقة حميمة بالرب كل يوم. قبل ما أفتح عيني على الإفطار وفنجان القهوة أفتح عيني على الكتاب، آخد زي ما قال واحد بسيط ساندوتش من الكتاب المقدس. نعم. هقرأ، أحفظ آية، اشتر عليها طول اليوم، اصلي بيها، تبني حياتي، احرص كل يوم اكون قريب من الكتاب واخد وقتي، وده شيء مهم للغايه. ده يخليني ادخل بقى في المرحلتين اللي انا عايز اقول عليهم. كوني ان انا اطرح المعطلات وقريب من كلمه الله وفي شركه حميمه مع المسيح، يبقى قدامي شيئين، انمو، هذا النمو يقودني الى رقم 1 في عدد 5 ورقم 2 في عدد 9. رقم 1 في عدد 5: كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره حيه بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح. بمعنى ما دام صرت من عائله الله، واحد من اولاد الله، العائله المحبوبه والغاليه على قلبه، وقريب من كلمه الله، ابسط الاشياء بابا بينعم عليا كل يوم هقول لبابا اتشكري. نعم. اعبده. عشان كده تقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح، العباده. لازم نعبده، ودي نمارسها، مش لوحدينا، نمارسها في الاجتماعات. عشان كده مهم قوي ان اللي الرب يتعامل معاه يرتبط باي كنيسه قريبه منه، وبالتالي يبقى واحد من ضمن العائله دي يعبد الرب بالروح مع اخواته المؤمنين تحت اي مسمى. ده انا دلوقتي مش موضوعي، لكن لازم يرتبط مع مؤمنين يتبني في وسطهم ويتعلم ازاي يقدم الذبائح الروحيه المقبوله عند الله. ايه الذبائح الروحيه؟ زي مثلا ذبيحه التسبيح، فلنقدم لله بالمسيح في كل حين ذبيحه التسبيح. نعم. كمان الحمد، الشكر، ذابح الحمد. نعم. يمجدني. العطاء، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لان بمثل هذه الذبائح يسر الله. اذا ده رقم 1. ابتدي من لحظه قبولي للمسيح وصرت ابن لله من العائله دي المقدسه، انا محتاج اعبد الهي، اسبحه واحمده واشارك في كل ما يريد عمله، لان انا من العيله الحلوه دي. الشيء الثاني بقى مهم قوي في عدد 9، لما يقول شعب اقتناء بعدها، عارفه يقول ايه؟ لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمه الى نوره العجيب. نعم. يبقى في عدد 5 تعبدوا، في عدد 9 تخبروا. فاعبد مع اخواتي المؤمنين واكرم السيد واعلي اسمه وامجده، ثم اخرج للعالم علشان اخبرهم. تخبروا بفضائل، وهنا نعم. الشهاده. مفيش واحد من اولاد الله خامل، وده اللي يعز عليا ان انا اقوله. الخمول اللي احنا فيه ده ليه؟ لا احنا عابدين ولا احنا مخبرين، لا، لازم نعبد الرب الروح، لازم نخبر بكم صنع الرب بنا ورحمنا، وده شيء مهم للغايه. دول شيئين هامين لازم نقوم بيهم. رائع. حضرتك قلت يمكن اي طفل بيتولد محتاج رعايه، حضرتك قلت محتاج اكسجين، محتاج غذاء، محتاج يكون قريب من كلمه الله اللي هي بالنسبه له مصدر كل تعليم، مصدر كل معرفه، مصدر كل غنى. لكن قلت شيء خطير، ان يخبر، ان يشهد. واسمح لي بس اقول لحضرتك، واكيد حضرتك عارف انه كتير قوي بياخد النعمه ويختزنها ويختزلها لنفسه فقط. ولما تساله لماذا لا تخبر بكم صنع الرب معك ورحمك، يقول انا لست خبيرا او ما عنديش التعليم الكافي حتى اخبر. ما رايك؟ الحقيقه انا عاوز اقول شيء، يعني ادي من الكتاب المقدس مثالين. المثال الاول: مجنون كرة الجداريين. نعم. ده كان مبهدل. نعم. يجرح نفسه بالحجاره، يصيح، لا يقيم في بيت، يسكن القبور، الناس بتخاف منه، لا يلبس ثوب. لما الرب غيره، كان ايه معرفته؟ كان ايه خلفيته؟ نعم. كان درس سفر دانيال مثلا. كان درس نبوة حزقيال، لا يعرف فين دانيال ولا حزقيال، لكن كان عبده بقى حر. نعم. كان انسان مجنون وبقى عاقل. نعم. كان عريان وبقى لابس. نعم. الرب طلب منه طلبه، قال له اذهب خبر بكم صنع الرب بكم. ما قالوش اذهب اوعظ الناس، خبر، خبر بكم صنع بك. نعم. الرب ورح روح قول اختبارك، ايه اللي انا عملته معاك. نعم. راح خبر اهله وبلده وعشر مدن. ايه العظه اللي كنت بيقولها؟ عظه مكرره. نعم. ان كنت وبقيت. نعم. عايز اقول لاحبائي المشاهدين، لما يكون الرب انعم عليك وعطاك نعمه الخلاص، ما تتكسفش انك تقول لمراتك، ما تتكسفيش تقول لجوزك. نعم. ما تتكسفش تقول قدام اولادك، ما تتكسفش تقول اولاد عمامك، اولاد خالاتك، اشهد بما عمله الرب، وده اللي عايزه مننا. هي دي الشهاده. الشهاده نخبر. المثال الثاني، واحده في مستنقع الخطيه اتجوزت 5 وعايشه في الحرام مع رقم 6، والرب يوصل عند البير ويستناها، ويدور الحديث الطويل لغايه ما الرب يكرمها بالتغيير وتبقى انسانه جديده. ايه اللي حصل؟ تركت الجره عند البئر، وتركت الانسان المصيبه اللي كان مستنيها في البيت، بقت انسانه جديده. ودخلت تخبر الناس. راحت تقول لهم ايه؟ انسانه القويه. ما قالتش انا كنت وبقيت، قالت لهم انسان قال لي كل ما فعلت. واحد عرف خباياي وغير. يبقى اذا ده شهد للرب يسوع، وهذه شهدت للرب يسوع، واللي عايزنا الرب في العالم نشهد بيه هو الرب يسوع. نشهد بحياتنا. انا في الشغل مثلا، وفي بلد زي دي ممنوع يتكلم عن المسيح، ولو اتكلم عن المسيح ممكن يطردوه من عمله. وخاصة احنا بنعيش في بلاد لا مكان للمسيح في عند الأكثرية والأغلبية، عمال ينحدروا إلى المصايب اللي ما لهاش مثيل. طب دلوقتي أنا ما أقدرش أخبرهم، أعمل إيه؟ حياتي تشهد، حياتي تختلف، ابتسامتي نفسها بتشد الزبون زي ما بيقولوا. لما أنا أكون مبتسم وهادي ولطيف، وحلم المسيح ووداعته، قدسوا الرب الإله في قلوبكم لتكونوا على استعداد لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بروح الوداعة. هيسألني يقول لي أنت ليه كده؟ أعزمه على فنجان شاي ولا قهوة، أو نتغدى أنا وهو، وأوصل له الرسالة والرب هيدي له الخلاص. إذا سبل التخبير متسعة وكثيرة جدا، لا ينتظر من يفكر أن يدرس حزقيال ليخبر. على فكرة حزقيال ده سفر في أسفار الكتاب المقدس لحسن يفكروا إيه سفر حزقيال. لا تنتظر أن تدرس شيء قدر ما أنت تخبر بمحبة الله ليك. وكل ما تقرأ الكتاب، وكل شركة وعشرة وخلوة مع الرب، هيفيد الروح القدس عليك وعرفك إزاي تتكلم بكلمة الله. الحجر لما ترميه في المية بيعمل دواير، تموجات، بيبدأ بدايرة ضيقة لكن تطلع دايرة تطرد اللي بعدها وتتسع. عمر التموجات ما تبدأ من الخارج للداخل، لكن تبدأ من مكان سقوط الحجر إلى الخارج. خدمتنا تبدأ صغيرة، لكن مع الأيام وتموجات الروح القدس وعمله فينا خدمتنا هتكبر. عشان كده أشجعكم يا مؤمنين على الشهادة. وعلى فكرة احنا في وقت الشهادة دلوقتي وتقديم الإنجيل للناس. ناس مطحونة، تعبانة نفسيا، مستنية حد يريحها، واحنا عندنا المريح رب المجد يسوع اللي قال تعالوا إلي. ما تبقوش بخلة، وقدموا المسيح للنفوس. امين امين. هناك امتيازات للبنوه. احنا النهارده مش بنقول كلام او بنضارب الهوى او بنقول وهم، لكن زي ما حضرتك قلت عندنا وعود وعندنا مرجع بنرجع ليه. وقلنا انت النهارده عندك قرار، اخدت قرار، جيت راسك محنيه، بتعترف انك خاطي، عندك احتياج شديد للمسيح، اعمالك مش هتنفعك، كل ما فيك، كل ما بتقدمه من أمور شكلية مش هتنفعك. الشيء الوحيد اللي هينفعك المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. كل المبادئ دي عرفتها. النهاردة نقول له إيه امتيازات البنوة؟ أنا كابن إيه بعض الامتيازات اللي لازم أعرف إنها من حقي برضو على أساس الوعود الموجودة، وإيه دوري تجاهها؟ تقصدي ما هي امتيازات الذين تبناهم الله وصاروا أولاد الله؟ الحقيقة امتيازات ما أكثرها وما أروعها من الناحيتين. احنا قلنا حاجة من ضمنها شعب اقتناء. وده يعني ده امتياز، أساس الامتيازات، أكبر امتياز، أروع لكن امتياز. طبعا امتيازات تانية زي مثلا إن صرنا أولاد الله. وده امتياز. امتياز إن أنا أبقى ابن لله. عشان كده الرسول بطرس يقول مبارك الله أب ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولادنا ثانية. ولادنا ثانية. الرسول بولس يقول إن كنت ابنا فأنا وارث لله بالمسيح. أنا ابن. الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. تخيلي الناس بيقولوا اللهم اقبلنا عبيد. ولما يتكلموا نحن عبيد الله. نعم. وطبعا واحنا نقول برضو ان احنا عبيد الله. نعم نحن عبيد، ولكن لأن الله السيد العظيم. نعم بكل تأكيد. بس لكن نتيجة عمل المسيح نعم وقبولا لهذا العمل علم امنا في مستوى المسيح. هللويا. المسيح اقنوم الابن، ابن الله. تخيلي لما يقول الكتاب وعن الله وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. نعم. أبناء مش عبيد. لا أنا أقول لك على شيء أروع. نعم. كمان يقول لك كده ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة إيه ده؟ نعم. تخيلي بقى المستوى العالي الراقي. نعم. الله عنده عبيد كتير على فكرة. نعم. كل الملائكة عبيد الله. نعم. بس الله عنده الابن الوحيد، عاوز يبقى فيه أبناء كثيرين. نعم. فعشان كده اللي يقبل الابن الوحيد يبقى من ضمن الابناء الكثيرين كل الذين قبلوه. نعم. فتخيل المستوى الراقي ده ان انا واحد من اولاد الله. عشان كده بقول له يا ابونا. وبالمناسبه في العهد القديم نادر لما مؤمن يقول له يا ابانا. هي جت ايه في النبوات بيقولوها يا رب انت ابونا. نعم. لكن التبني في العهد الجديد ده شيء تاني بقى، حاجة تانية خالص. نعم. إيه ده؟ وبالمناسبة على فكرة في نوعين من البنوة. نعم نوعين. نعم. في نوعين من البنوة. في بنوة بالخلق. نعم. لكن في بنوة بالولادة الجديدة. نعم. إيه البنوة اللي بالخلق؟ بنوة عامة. نعم. أليس لنا أب واحد؟ نعم. إله واحد قد خلقنا، فربط البنوة بالخلق، ومكتوب عن الله أبو الأرواح. ولكون الله أبو الكل زي ما بيقول حتى رجل الشارع، فالله بيهتم بالكل، يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار ويهب الخيرات للجميع. دي بنوة مرتبطة بالخلق. نعم. فالله باعتباره الخالق هو أبو الأرواح، أبو كل البشر، مسؤول عنهم المسؤولية في الحياة العملية. لكن البنوة الخاصة بقى دي خاصة بالمؤمنين، كل الذين قبلوا الرب يسوع. نعم. أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله الذين ولدوا من الله. نعم. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة من خلائقه، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، وهذه الكلمة التي بشرتم بها. نعم. الأشخاص اللي يقبلوا الرب يسوع يتولدوا ولادة جديدة، دول لهم بنوة خاصة، أولاد الله، أبناء الله. عشان كده ده امتياز. عشان كده في العهد الجديد حتى في الصلاة النموذجية اللي عطاها لنا الرب يسوع، لما قالوا له علمنا كيف نصلي، قال لهم تصليتم صلوا هكذا. نعم. بدأها بإيه؟ يا أبانا. أبانا. نعم. وده شيء رائع. في فرق بقى لما نعم. يا نحن عبيدك يا الله. نعم. لكن إيليا بجلال قدره ما قالش أبانا، قال يا إلهي. يا إلهي. قال إيشع. نعم. لكن أصغر مؤمن يتولد من الله في العهد الجديد له هذه العلاقة، يا أبانا. يا بختنا. طب وايه اللي خدانا العلاقه دي؟ وده امتياز. يا بختنا. ضيفيه على الامتيازات مرتبط ببعضه. نعم. الروح القدس ده امتياز. الروح القدس لنا ساكن جوانا. نعم. يمكث فينا زي ما قال الرب يسوع. نستطيع بالروح القدس ان نقول، يعني اولا الروح القدس يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. نعم. واحنا كمان نقدر نقول بالروح القدس، يقول كده بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه صارخا في قلوبكم يا بابا الآب. يا أبا الآب. فاللي خلاني بقولها الروح القدس ده امتياز. نعم. ليا الروح القدس، أنا ابن لله، ليا روح الله، هقدر أقول له يا بابا، هقدر أقول له يا أبويا. هللويا. هقدر أقول له يا أبويا. كوني أنا ابن لله وساكن فيا الروح القدس، يجي الامتياز اللي بعده. إن كنا أولاد فنحن ورثة. نعم. ورثة الله ووارثون مع المسيح. يبقى إذن أنا من ضمن الشعب المقتنع، أنا من ضمن المولودين من الله، ابن لله، وارث لله، وكمان فيا الروح القدس، مقدس، ليا بيت الآب. كل الأشياء دي هللويا. امتيازات رائعة لنا كمؤمنين. هللويا. دكتور حليم فعلا سعدنا جدا بوجودك، يعني سرد من كم من تعليم كتابي لاهوتي رائع لمس قلوب الجميع. في اسم يسوع الرب يستثمر كل ما فيك وكل ما ليك لمجده وامتداد ملكوته. أحبائي شكرا جدا لحسن متابعتكم، صلاتي أن يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم، وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل.